مساء الخير، حد سامعني يا جماعة؟ السلام عليكم جميعا. مين إن شاء الله هيكون المحاضر النهاردة؟ باشمهندس نور الدين، هو لسه ما دخلش تقريبا أو دخل بس الصوت عنده مش أكتف يعني. نحاول نظبطها كده، مش مهندس محمد صلاح؟ يا باشمهندس محمد صلاح،
باشمهندس نور الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حركة تمام يا فندم، كله تمام. معلش صوتك بس ما كانش واضح، كنت بتقول لي حاجة معينة؟ حضرتك هتكون المحاضرة النهاردة إن شاء الله؟ اه ان شاء الله يا فندم. أوكي، هعمل حضرتك هوست دلوقتي. اوكي. إن شاء الله باشمهندس محمد صلاح، هو داخل باسم محمد صلاح، هيكون هو الكو هوست مع حضرتك. اوكي. تقدر تعمل كو هوست دلوقتي، هو معانا في من ضمن الأتندنس. ماشي اوكي. نور. السلام عليكم. وعليكم السلام يا باشمهندس محمد، اهلا وسهلا. منور يا هندسه، منور. ربنا يخليك يا فندم، نورك. ربنا يخليك. انا مع حضرتك موبايل، انا معلش انا في الطريق، بس انا مع حضرتك موبايل ان شاء الله. ماشي يا فندم، براحتك خالص. ماشي يا فندم، ماشي. احنا ممكن نستنى 5 دقايق ونبدا ان شاء الله، يعني على بس طيب ما يكون يكون دخل عدد يعني. ماشي يا فندم، طيب ماشي. اوكي طب ماشي يا فندم، شكرا.
السلام عليكم. باشمهندس نور، احنا ممكن نبدا دلوقتي؟ طب اوكي، يا ريت. ماشي، هبدا. ماشي، اتفضل اتفضل يا باشمهندس، اتفضل اتفضل. ماشي يا فندم. السلام عليكم، مساء الخير جميعا. انا اسمي نور الدين درهم، والنهارده تاني يوم هنتكلم فيه مع بعض عن السكشن الخاص بالريزرفوار انجينير. امبارح كنا اتكلمنا عن شويه حاجات، هناخد عنهم ريكاب كده سريعا. كنا اتكلمنا اول حاجه عن الديفرنت ليفلز اوف نوليدج اللي المفروض انت تقارن اي بيس اوف نوليدج عندك بيهم، وهي الاويرنس والنوليدج والسكيل والماستري. وعرفنا ايه الفرق بين الريسك والانسرتينتي والبايس، وعرفنا ايه هي الديفرنت ديليفربلز بتاعت الريزرفوار انجينيرز، وايه هي الفانكشنز بتاعتك، وايه هي التولز اللي انت بتستخدمها. واتكلمنا عن شويه هايلايتس كده مع بعض عن الديفرنت روك بروبرتيز، زي البروستي، زي البريمابيلتي، زي الكابري بريشر، وزي الوتابيلتي. وبعدين اتكلمنا عن شويه نوتس خاصه بال ويل بيرفورمانس. قلنا مثلا لو عندنا ويل معين بيبدا بهاي ريت، وويل تاني بيبدا بلو ريت، وبعدين دوت كمل وبقى عنده ستيب ديكلاين، ودوت كمل وبقى عنده جنتل ديكلاين، ايه اللي بيخلي اي بير يبدا بهاي ريت او لو ريت، وايه اللي بيخلي عندي اختلافات في الديفرنت ديكلاين ريتس بتاعه الابار. بعد كده اتكلمنا عن السيجنيفيكانس بتاع الهيتروجينيتي، وعن السكيلز بتاعه الهيتروجينيتي سريعا، وخدنا نوتك سريعه عن الكونكتيفيتي بتاعه الخزان. وقلنا ان انت لو عندك سكاترد بريشر بالشكل دوت اللي خزان ما دوت، بيعني اوتوماتيكلي ان هو عنده هاي ديجري اوف هيتروجينيتي. انما لو عندك البريشر بيرفورمانس بتاعك الى حد ما ممكن يترسم از لاين، فدوت بيقول ان دوت هوموجينيوس ريزرفوار. وقلنا ان دوت ما يتعملوش امبال، او مش الصح ان هو يتعمل له امبال، او لو هتعمل له امبال خليك كوشس قوي وانت بتعمل له امبال، لانه هو هيتروجينيوس ريزرفوار، ودوت ممكن يتعمل له امبال عادي خالص. النهارده ان شاء الله في الاجنده بتاعتنا هنتكلم عن شويه نوتس خاصه بالريكفري او بالريكفري فاكتور، وشويه هايلايتس برضو في الفلو بروبرتيز، وهنتكلم عن البرايز استيميشن. لو انت بتعمل برايز استيميشن دايما، لو انت ريزرفوار انجينير بيتقال لك اعمل لي استيميشن هو الادبر ده هيجيب كام، او هو البير دوت لو اتحفر هيجيب كام ريت. ودايما بتتسال على الريسكد فاليو، هو هي الفاليو ديت ريسكد ولا ان ريسك. هنشوف مع بعض يعني ايه ريسكد فاليو، وازاي بتعملها بشكل مختصر وبشكل فيري سمبليفايد. وبعدين لو كان في وقت النهارده ان شاء الله هنكمل نشوف الديفرنت ديفينيشنز بتاعت الريسورسز وبتاعت الريزيرفز، وايه الفرق بين الاثنين. في البداية احنا عندنا ريكفري بتاعنا بيتم عن طريق درايفنج ميكانيزمز، وبيبقى المود بتاع الريكفري دوت ممكن يبقى برايمري ريكفري او ممكن يبقى امبروفد ريكفري. فاحنا ممكن نقسم عندنا ريكفري، وفي الديفرنت ليترتشر او في الكتب، يعني في كتب كتير بتتكلم على تقسيمه الى حد ما مختلفه عن اللي احنا هنقولها ديت. في الريكفري هم يعني ممكن تتقسم لبرايمري ريكفري ولامبروفد ريكفري، او اللي احنا بنسميها امبروفد اويل ريكفري. تحت الامبروفد اويل ريكفري ممكن يبقى سكندري ريكفري، وممكن يبقى تيرشر ريكفري. فالتيرشر ريكفري ده اللي احنا بنسميه انهانسد اويل ريكفري او اي او ار. ديت هي يعني الموست جنرالايزد كلاسيفيكيشن بتاعت الريكفري. فلو شفنا يعني ايه برايمري ريكفري، هو اي ريكفري بيطلع لي من تحت من الخزان عن طريق كل الناتشرال فورسز، من غير اي تاثير مني على الفورسز ديت. مثلا لو عندي يعني اي ريزرفوار وقمت حافر فيه بير وقمت عامل بيرفوريشن، ف ناتشرالي عشان عندي بريشر تحت عالي، وعندي فوق طبعا ويل هيد بريشر اكيد طبعا اقل بكتير من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من البريشر اللي تحت. فالفرق دوت بيخلي ان الفلويد يحصل له موفمنت من تحت لفوق،
وبالتالي انا كده بيبقى عندي البرايمري ريكفري. في السكندري بقى ريكفري، احنا زي ما اتفقنا ان السكندري ريكفري والتيرشري ريكفري الاثنين تحت الامبريلا بتاعت الامبروفد اي ريكفري. والتيرشري ريكفري هو اللي بيتسمى انهانسد اي ريكفري. في السكندري ريكفري انا بساعد الخزان بتاعي بان انا بديله شويه انرجي، اديله شويه انرجي ازاي؟ اما عن طريق الووتر فودنج او عن طريق الجاز انجكشن. يعني ايه ووتر فودنج؟ يعني ان انا لو عندي اويل ليج مثلا زي ديت وعندي اويل ووتر كونتاكت وعندي هنا اكوفر، فمع الوقت انا ممكن احتاج ان انا عايز اعلي شويه في البريشر بتاع الخزان دوت، فممكن احفر بير جوه الاكوفر نفسه واحقن فيه ميه وبالتالي بعلي في البريشر. انا كده بدخل انرجي جوه الخزان بتاعي، او عن طريق جاز انجكشن لو انا عندي جاز كاب درايف مثلا وعندي هنا جاز كاب وعندي هنا اويل وانا عندي انترست ان انا انتج الاويل او انا بنتج الاويل، ففي الحاله ديت ممكن احفر بير واحقن فيه جاز جوه الجاز كاب وبالتالي بعمل كومبنسيشن للانرجي بتاعه الريزرفوار. طيب في التيرشري بقى ريكفري انا بعمل ايه؟ انا بغير في الديفرنت بروبرتيز بتاعت الروك وبتاعت الفلويد. فطول ما انا مش بغير في الروك اند فلو بروبرتيز ما ينفعش اسميها اي او ار، لان النهارده في ناس، مش النهارده يعني، في مغالطه يعني شائعه كده في يعني في الاندستري ان بيقول لك احنا عندنا اي او ار. طب انت بتعمل ايه؟ انا بعمل ووتر فلودنج عادي. طب انت مخليه مثلا لو سالينيتي شويه؟ لا، ده هي ميه بحر مثلا عاديه. طب تقعد تسال كده اسئله كتير، ففي الاخر ما تلاقيش ان هو مش بيعمل اي التريشن في الروك بروبرتيز او في الفلو بروبرتيز. ففي الحاله ديت هو عنده سكندري ريكفري او عنده امبروفد اويل ريكفري. طيب ممكن هنا نقول نوت ان في جدال كبير الفرق بين ووتر فلودنج ووتر انجكشن. هو الفرق دوت مش يعني مش موجود في الكتب، فهتلاقي دايما يعني اللي بيتكلم فيه كل واحد على حسب his own practice، يعني انا بتعامل ازاي وانا جاي من مدرسه ايه. فمثلا هتلاقي مثلا بي بي بتعتمد حاجه، شيل ممكن تعتمد حاجه تانية خالص. فانما انت ممكن تعتبر ان انت لو بتعمل ووتر انجكشن فده معناه ان انا بحقن جوه الاكوفر، ان انا هنا عندي الزيت وان انا بحقن جوه الاكوفر. ليه؟ علشان اعلي بس البريشر. انما علشان اسميه ووتر فلودنج معنى كده ان انا بحقن جوه الاويل ليج نفسها، ان انا عندي هنا ده كده الكلوجر اللي فيه، او ده هو اللي هو الفوليوم اللي فيه الاويل بتاعي، فانا اوريدي بحفر ابار جوه الاويل ليج نفسها وبخليها ووتر انجكشن ويلز. عشان خاطر ايه؟ ملي عشان اعلي في السويبنج افيشنسي وممكن بالمره اعلي في البريشر. فمعنى كده ان انا لو قلت كلمه ووتر انجكشن معنى كده ان انا بعلي في البريشر بس، لو قلت كلمه ووتر فلودنج معنى كده ان انا بعمل باترن فلودنج وشغال بقى يا اما لاين درايف يا اما فايف سبوت باترن ايا كان، وده ملي علشان اعلي في السويبنج افيشنسي زي ما هنشوف بعد شويه. وممكن كمان الاقي ان انا عندي البريشر بيعلى لو انا بحقن اكتر من اللي بنتجه. فلو اتقال لك ايه الفرق بين انت بتعمل ووتر انجكشن ولا ووتر فلودنج، ده سؤال يعني فلسفي شويه، بس لو اتقال لك ايه الفرق فده الفرق يعني. اوكي طيب عندنا بقى درايفنج ميكانيزمز وعندنا درايفنج فورسز. احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا برايمري ريكفري بيبقى عندي اصلا ناتشرال فورسز او انرجي جوه الخزان بتاعي عن طريقها بيطلع عند ريكفري من الـ من الـ من الـ من السبسيرفيس لحد السيرفيس. طيب ايه بقى اللي بيساعدني على دوت؟ اللي بيساعدني على دوت هي الديفرنت درايفنج ميكانيزمز اللي احنا كلنا درسناها في الكليه. ايه هم؟ اللي هم الخمس حاجات دولت، ان انا عندي ليكويد اند روك اكسبانشن، سوليوشن جاز درايف، جاز كاب اكسبانشن، ووتر اكوفر او ووتر انفلكس، وجرافيتي درينج. ممكن يبقى عندنا كومباينيشن ما بين حاجتين ثلاث حاجات، ممكن يبقى عندنا كومباينيشن من الحاجات دي كلها. فانهي احسن فيهم؟ طبعا ده بنش ماركينج فيجر كده بيوضح انهي واحد اللي ممكن يساعدك ان انت تطلع اعلى ريكفري من الامبليس. فده هو علاقه بين الريدكشن في الريزرفوار بريشر از ا برسنتج مع الريكفري افيشنسي، اللي هو من الاخر كده انا عندي ريكفري فاكتور قد ايه. فهلاقي مثلا ان انا علشان مثلا لو انا هنزل 50%
من البريشر بتاعي. يعني مثلا كان عندي 5000 بي اس اي، و والخزان بتاعي دلوقتي بقى 2500 بي اس اي، معنى كده ان انا نزلت 50%. هاجي انا مثلا عند مثلا ال 50% وامشي كده، هلاقي ان انا لو عندي ليكويد اند روك اكسبانشن درايف بس، فانا هعمل ريكفري حوالي 3%. لو انا عندي سوليوشن جاز درايف هعمل ريكفري حوالي 13%، وهكذا. طبعا عليهم زي ما هو واضح، هو لو عندي ووتر درايف، لو عندي ووتر درايف ممكن يوصل لحد 50% ناتشرالي من غير ما اعمل امبروفد اويل ريكفري، سواء بسكندري بسكندري ريكفري زي ووتر انجكشن او جاز انجكشن، او بترشل ريكفري زي الاي ار ميثودز. فواضح طبعا ان انت لو عندك ووتر درايف دي بتبقى حاجه ممتازه، اللهم الا لو انت بتنتج من جاز ريزرفوار. لو بتنتج من جاز ريزرفوار وجود الميه تحت منك دي حاجه مش كويسه خالص يعني. ماشي. طيب لو عايزين نعمل فوكس اكتر بقى على على بقى ريكفري فاكتور دوت اللي احنا كنا شايفينه في الـ في السلايد اللي فاتت، اللي ممكن يرينج من 4% لحد 50%، هنلاقي ان انا عندي ريكفري فاكتور دوت في كذا فاكتور بيأثر فيه. في حاجات تكنيكال وعندي ايكونوميكال اليمنت. ايه هي الحاجات التكنيكال؟ عندنا 3 حاجات، عندنا البور سكيل ديسبيسمنت افيشنسي، وعندنا السويبنج افيشنسي، وعندنا الرينج افيشنسي. اهم 2 هم طبعا البور سكيل ديسبيسمنت افيشنسي والسويبنج افيشنسي. البور سكيل ديسبيسمنت افيشنسي ده بنتكلم على المايكرو سكيل، بنتكلم على على السكيل بتاع البورز، وبنتكلم على السكيل بتاع الجرينز، وبنتكلم على السكيل بتاع البور ثروتس. في السويبنج افيشنسي بنتكلم على الـ على الـ على الميجا سكوبيك سكيل، على السكيل الكبير اللي بين الاغار، وعلى الفيلد وايد سكيل. فالديسبيسمنت افيشنسي ملهاش اي علاقه تماما بالسويبنج افيشنسي. ممكن تلاقي الديسبيسمنت افيشنسي 90% والسويبنج افيشنسي 20 30%، وممكن تلاقي العكس، وممكن تلاقي الاثنين قليلين او الاثنين كتار على حسب حاجات كتير زي ما هنشوف بعد شويه. في الرينج افيشنسي دي ده اليمنت كده يعني افتكاسه شويه من بي بي، وهم يعني عندهم حق فيه شويه، وهو بيقول لك ان انت ممكن يبقى عندك بور سكيل ديسبيسمنت افيشنسي عالي وعندك سويبنج افيشنسي عالي، بس عندك هايلي فولتد ريزرفوار. لو عندك هايلي فولتد ريزرفوار ده طبعا هيأثر كتير في الاوفرول ريكفري اللي هتطلعه من الخزان دوت. ليه بقول ان هي شويه افتكاسه؟ يعني لان هي اوريدي المفروض ان هي كان هيتم اعتبارها في السويبنج افيشنسي، بس دوت يعني مور براكتيكال ديفينيشن بصراحه، ان انت لو انت ما اعتبرتهاش في السويبنج افيشنسي فهي ليها اليمنت لوحده المفروض ان انت تحط لها سكور. فلك انت تتخيل لو ده مثلا 80% وده 70% وده 50%، والايكونوميكال فاكتور سي ان هو مثلا 100% زي ما هنشوف دلوقتي. يعني ايه الايكونوميكال فاكتور؟ معلش اسف لمقاطعتك، هو الصوت بيقطع عند هو صوت حضرتك بيقطع، انا مش سامع. هو انا يا جماعه صوتي فيه مشكله، في ايكوز او صوت بيقطع او حاجه؟ الصوت تمام يا باشمهندس نور، يعني صوت تاني هندسه تمام. هو واضح يا هندسه اللي حضرتك كنت بتسال اول واحد ان ممكن يبقى النتورك عند حضرتك اللي فيه مشكله، فحضرتك بس تشيك كده تاني وعرفنا لو لسه في مشكله يعني. اوكي، فلك ان تتخيلوا لو عندنا مثلا 80% افشنسي في البور سكيلز في الديسبيسمنت افشنسي، و70 في السويب، و50 في الرينج، و100 في الايكونوميكال فاكتور، هتلاقي ان الاوفرول هيعمل له حوالي 25% مثلا، فده قليل جدا. برغم ان كان عندي ديسبيسمنت افشنسي ممتاز وعندي سويبنج افشنسي معقول، بس يعني بس الدرينج كان 50%. طيب يعني ايه ايكونوميكال؟ يعني ايه؟ طيب اوكي، يعني هنتكلم فيها بعد شويه النقطه اللي انا كنت حواليها دي. يعني ايه الايكونوميكال افشنسي؟ احيانا بيبقى انت عندك كل حاجه تكنيكال ممتازه، يعني عندك ديسبيسمنت ممتاز وعندك سويبنج ممتاز وعندك كل حاجه ممتازه، بس عندك مشكله مثلا في الانفراستراكشر، ان انت عندك الـ يعني الانفراستراكشر از فيري ايجنج ولازم لها مينتنس، وانت جايب حاجات مثلا من يعني من مناطق معينه، فيا اما هتجيبها ناس من بره الموضوع هياخد وقت، وبعض الماشينرز بتبقى عملاقه فلازم تبعتها بره في يعني في المصانع اللي هي جايه منها مثلا يعني من امريكا او حاجه، فالموضوع ده ممكن ياخد فتره طويله. فممكن تلاقي عندك مثلا تربينه واقعه او بايب لاين مثلا حصل له ليكنج وباص خالص ولازم نعمل واحد جديد، فالموضوع ده ممكن ياخد حرفيا سنين، لان انت لو بتتكلم في
في بايبلاين مثلا يعني واخد مسافه كبيره، فعلشان تعمل اوردر مثلا لمصنع مثلا في الصين، وبعدين المصنع ده هي يعني هيصنع لك اللي انت عايزه ويجي لك بقى يعني عن طريق البحر او حاجه، في الموضوع ده فعلا فعلا هياخد سنين، ممكن 4 5 سنين مثلا. فانت ممكن يبقى عندك كل حاجه ممتازه وكل الابار جاهزه ان هي تنتج، بس ما عندكش انفراستراكشر مستعد للكلام ده. طب الكلام دوت بيبقى بيترجم فين؟ بيترجم في الايكونوميكال اليمنت ده. طب ده احنا ازاي بنعرفه؟ اكيد بنعرفه في يعني في بروجكتس انجينيرنج شغاله وعارفه ان اللاين دوت هيجي مثلا سنه 2025 ولازم تو بي ريبليسد، خلاص مش هينفع له مينتنس تاني، فانت يا اما تخطط له من النهارده يا اما هتيجي في سنه 2025 وتقعد جنب الابار بتاعتك مش عارف تنتج منها مثلا. طب ايه تاني ممكن ياثر في الـ في الايكونوميكال اليمنت دوت؟ ممكن حاجه زي الكونسيشن مثلا، ان انت عندك هنا شغال ب برودكشن شيرنج اجريمنت وعندك كونسيشن اجريمنت ما بين اللي هو الديفرنت اوبريتور اللي جاي من بره مصر مثلا بي بي شيل او دراجون ايا كان مع الحكومه المصريه. فده بيبقى كونتراكت بيبقى صالح مثلا لمده 10 سنين 20 سنه 5 سنين 30 سنه على حسب الكونتراكت. فانت ممكن يبقى انت ابارك بتنتج مثلا عشرات الالاف من البراميل، بس خلاص انت عندك يعني الكونسيشن بتاعك اكسبايرد، فانت مش هتعتبر ان دوت ريزيرف عندك، لان خلاص يعني انت مثلا لو هتبيع مثلا سي النهارده فانت بتبيع على حسب انت عندك قد ايه مثلا احتياطي، فالاحتياطي وانت بتبيع ما يعني ما ينفعش تعتبر ان انت مكمل لحد مثلا يعني 2050 وهو الكونتراكت اصلا لحد 2030 مثلا، فانت هتبيع على الريزيرف اللي انت هتجيبه لحد 2030 مش لحد 2050. فده برضو حاجه لازم تبقى to be considered في الايكونوميكال اليمنت. هناخد بقى دلوقتي طبعا الفرق بين الستريب والريزيرف كلكم عارفينه، وهنعرفه اكتر في السكشن بتاع ال اس بي اي بي ار ام اس اللي ممكن نشوفه النهارده لو كان في وقت ان شاء الله. طيب كل اليمنت بقى ان ديتيلد شويه. حاجه زي الديسبيسمنت افشنسي، احنا قلنا ان دي هي الافيشنسي على المايكرو سكيل على السكيل بتاع البورز. فلو انت مثلا هنا بتحقن ميه فزي ما شفنا امبارح مع بعض ان اللي هياثر جامد جدا في الموضوع دوت هو شكل الووتابيليتي بتاع الخزان. لو هو اويل ووتر ريزرفور هيبقى ليه ميكانيزم، لو هو ووتر ووتر ريزرفور هيبقى ليه ميكانيزم تاني خالص. فهنا مثلا الميه هتدخل مثلا ما بين البورز وهتعمل displacement. انت كار اي لازم تبقى يعني لازم تستخدم الترم الصح في الوقت الصح. يعني هنا انا بقول لك ان هنا البورز هيحصل لها او هنا الزيت هيحصل له displacement. ليه؟ عشان بتكلم على displacement efficiency. لو قلت لك انا هنا كده هاجي اعمل sweep وانا بشاور ما بين البور، ابقى انا كده مش فاهم قوي، لان كلمه sweeping دوت على الميجا سكوبيك سكيل، ده على السكيل ما بين الابار، ده على السكيل بتاع الفيلد ككل. فانا هنا ماشي بعمل displacement للاويل اللي موجود ما بين الفورس. في حاجات هيحصلها displacement وحاجات هتبقى undisplaced او حاجات هتبقى bypassed. فده كده مثلا ده كده oil trapped مثلا، ده كده trapped oil، ده اللي انا في الاخر هترجمه ان هو هيبقى عندي residual oil saturation. طيب وفي عندي oil تاني is being recovered، ده اللي انا بنتجه. وفي حاجات اوريدي حصلها displacement كويس قوي، حاجات ما حصلهاش displacement كويس قوي. طب ايه اللي بيأثر في دوت؟ لو انت تفتكر من امبارح، لو عندي اويل ويت ريزرفور وعندي هاي كابلري بريشر، فهيبقى عندي انترفيشال تنشن عالي ما بين الاويل مع الجرينز، فالاويل هيفضل ريتيند جوه البورز، بالذات لو البورز ديت صغيره مش كبيره. كل ما البورز صغرت كل ما الكابلري بريشر عالي، ولما الكابل بريشر يعلى معنى كده ان انا عندي انترفيشن تنشن اعلى، فالزيت هيفضل ريتيند جوه الصخر بتاعي. طيب انا عشان ازود في الديسبيسمنت افشنسي اعمل ايه؟ ايه اللي انا ممكن اعمله؟ افضل احقن في ميه كتير. وفي الحاله دي انا بعمل حاجه اسمها جرين ووشنج، والترم دوت هو ترم براكتيكال اكتر ما هو ترم في الكتب، يعني ده مش هتلاقيه في الكتب، بس احنا بنسميها جرين ووشنج. انت هنا بتعمل ايه؟ انت هنا بتحاول على قد ما تقدر تزق الزيت دوت، في شويه منه هيتزقه وشويه منه مش هيتزقه. طب دوت ازاي انا ممكن اشوفه بعيني؟ اشوفه في اللاب. اشوف في اللاب ازاي؟ ان انا اجيب الكور وبعدين الكور ديت في الكور فلودنج تيست او في الكور فلودنج لاب اكسبيرمنت اللي انا بعملها،
كلمة Core Flooding Lab Experiment ده عبارة عن تستات كتيرة قوي أنا بعملها عشان حاجات كتير، أهمهم وأشهرهم هو أن أنا بجيب Relative Permeability Data. فالRelative Permeability Test ما هو إلا Core Flooding Test. أنا بعمل إيه؟ بجيب الكور بتاعتي اللي هي سي مثلاً 100% مثلاً Oil Saturated مثلاً يعني، وبعدين ببدأ أحقن فيها مية، وبعدين ببدأ أعمل مونيتورنج اللي طالع لي مع الوقت. فطبعاً في البداية خالص هيطلع لي زيت، بعدين هيطلع لي زيت ومية، بعدين الزيت هيقل قوي والمية هتكتر قوي، بعدين مش هيطلع لي غير مية. أنا باخد بقى الكلام دوت بحطه هنا في جراف، بقول إن ده هو الأويل ريكافرد وده هو البي في أو التايم. يعني أنت ممكن تقولها بي في أو تايم. طب ليه إحنا بنقول بي في؟ لان انا ما يهمنيش التايم قوي، انا يهمني انا عايز اعرف انا حقنت قد ايه ميه عشان اطلع قد ايه ريكفري من الزيت اللي كان جوه الكور ديت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش هبقى مهتم هنا ان انا اقول انا عندي اويل ريكفري قد ايه مع التايم، لان التايم دوت هيبقى ثواني او هيبقى دقائق معدوده، بس في الفيلد ده مش هيبقى ثواني او دقائق او ايام او شهور، ده هيبقى سنين وسنين طويله. فانا عايز اعرف السنين ديت هتبقى 5 سنين ولا 50 سنه، فعشان خاطر اترجمها لحاجه اعرف احكم عليها اكتر فانا بحط بي في. يعني ايه بي في؟ يعني كور فوليوم. يعني ايه كور فوليوم؟ هنا انا هنا بجيب الكور بتاعتي وبعرف هي فيها بوروزيتي قد ايه، وبالتالي بعرف هي فيها كور فوليوم قد ايه. طبعا دي كور، فهيبقى الكور فوليوم بتاعها حاجه قليله، ففي الغالب هيبقى بالسي سي يعني، او يعني بالسنتيمتر كيوب. فبقول ان انا عندي هنا مثلا لما مثلا حقنت مثلا، وفي الغالب ببقى دايما عايز اشوف هو في الواحد بي في انجكتد انا طلعت اويل ريكفري قد ايه. يعني انا دلوقتي هحقن ميه، هحقن قد ايه ميه؟ هحقن ميه باليونت بتاعه البي في، هقول انا حقنت واحد بي في، او حقنت نص، او حقنت نص بي في، او حقنت 3 بي في. فانا هنا برسم الاويل ريكفرد من الكور ديت مع البي في، هيبقى مثلا 0 1 2 3 4 5 بي في مثلا، وهلاقي ان معظم الاويل بقى ريكفرد عند 1 بي في، وبعدين بيبقى ستيبل كده الى حد ما، وبيبقى فيري فيري جنتلي انكريزنج زي ما انتم شايفين. طيب انا هنا هقول ايه؟ هقول ان انا عند 1 بي في مثلا قدرت اطلع الفاليو ديت من الاويل. ده بسميه ايه؟ ده هو الديسبيسمنت افشنسي بتاعتي. فبشوف بشوف الاويل دوت قد ايه من التوتال اويل اللي كان موجود جوه، وليكن مثلا ده مثلا بيمثل 85% منه. فبقول انا هنا طلعت 85% من الاويل عند 1 بي في. طب عند 2 بي في طلعت قد ايه؟ طلعت مثلا 87. طب عند 3 بي في طلعت 88. طيب ده بقى معناه ايه؟ معناه ان انا في الفيلد بتاعي علشان اوصل لحد ديسبيسمنت افيشنسي 85% لازم احقن قد ايه بي في؟ 1 بي في. طب لو انا عندي البي في بتاعي، طبعا دي كور والكور دي يعني الفوليوم بتاعها ولا حاجه، انت عندك في 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 الخزان بتاعك ممكن يبقى الكور فوليوم بتاعك وهو الاستويب في الحاله دي ممكن يبقى مثلا 100 مليون مثلا، عشان تحقن 1 بي في انت كده محتاج تحقن من السيرفيس 100 مليون برضو زيهم، يعني تحقن 100 مليون برميل ميه. فده طبعا رقم ضخم جدا، ولو انت عندك القدره وعندك الفاسيلتيز وعندك البحر جنب منك وهتعمل كل اللي انت عايزه، انت عندك انجكتيفيتي في الاخر هتحكمك. يعني ممكن البير ما يقدرش يستوعب في اليوم اخره غير مثلا 10,000 برميل او 20,000 برميل. فعشان تشوف انا كده محتاج كام سنه عشان اوصل 1 بي في، هتلاقيها سنين طويله. طب انا هحقن في ابار كتير، يعني برضو محتاج برضو سنين طويله. طب انا ممكن احقن مثلا نص بي في، طب هنا النص بي في بدل ما هيديني 85% هيديني كام؟ ارجع بقى عند الكور اشوف النص بي في هنا كان هيديني كام؟ هيديني مثلا 60%. وبالتالي انت تبداها من هنا، يعني دايما تبدا يور ايفالويشن من اللاب. لازم يبقى عندك كنترول بوينت، لازم يبقى عندك لاب اكسبيرمنت فيها كور فلودنج تيست بيقول لك ان انت عند كام بي في انجكتد انت بتطلع قد ايه. ممكن حد يعمل لك مثلا بايس ويجيب مثلا اللي هو الكيرف مثلا دوت بتاع الكور ويقول لك بص ده انا عندي ديسبيسمنت افيشنسي 90%. صح ان انا عندي 90%، بس ال 90% دي فين؟ دي عند 10 بي في. انا عشان احقن عندي 10 بي في هفضل احقن مثلا 100 سنه، فده كلام مش واقعي خالص. ولازم انت تبقى واعي
لكل رقم انت بتطلعه. يعني النهارده انا عايز اعرف انا عندي displacement efficiency كام، ما اروحش هنا واقول انا هيبقى عندي كذا، لا انا اروح اشوف انا عندي فوركاست ان انا اقعد احقن لحد امتى، والتوتال انجكتد فوليوم هيبقى كام، هيبقى مثلا 1.5 بي في، اروح عند 1.5 بي في واقول انا عندي displacement efficiency يساوي كذا. ده displacement efficiency. عشان خاطر كده يعني ممكن حد يجي يقول لك، يعني ممكن واحد مثلا في الشركه الاجنبيه ولا حاجه يقول لك ايه، طب احقن اكتر احقن اكتر، هتلاقي ان عندك بي في اكتر وبالتالي هيبقى عندك displacement اكتر. صح، يعني الكلام ده صح جدا، بس انا مش كل ما حقنت اكتر كل ما بقى اوفرول الدنيا احسن، انا كل ما حقنت اكتر كل ما displacement efficiency زادت. صح، بس ده ممكن ياثر لي في receiving efficiency زي ما احنا هنشوف بعد شويه، لان الريت بيبقى critical قوي في receiving efficiency، مش الريت وبس، وحاجات تانية كمان هنشوفها مع بعض بعد شويه. طيب ده كان في displacement efficiency. في receiving efficiency بقى احنا دايما بنتكلم على السويبنج افشنسي على حاجتين، يا اما فيرتيكال سويبنج افشنسي يا اما اريال سويبنج افشنسي. في الفيرتيكال سويبنج افشنسي جاي من اسمها، انا ببص على على الكروس سكشن اريا اللي بين الابار، مثلا ده بير بيحقن وده بير مثلا بينتج، ودي الاستراتا اللي ما بينهم او دي اللايرز اللي ما بينهم. زي ما انتم شايفين هنا في عندنا لاير واخده تقريبا معظم الميه، والميه وصلت لحد البير اللي هناك دوت، وهنا حصل عندي بريك ثرو للميه، والبير ده بدل ما كان بينتج مثلا 0% تركات بقى ينتج 80% تركات. طيب ايه اللي حصل هنا؟ حصل ان انا عندي اللاير ديت بتاكت از هاي بيرم ستريك او هاي بيرم لاير، وبالتالي اخذت معظم الاماونت بتاع الانجكتد ووتر، والميه جريت على البير اللي هناك دوت وعملت لي ايرلي بريك ثرو. احنا بنسميها ايرلي بريك ثرو او بنسميها immature water breakthrough، يعني دي او دي. لو عندك mature water breakthrough دي حاجه ممتازه جدا. ده معناه ايه؟ معناه ان انا كنت ماشي ما بين البيرين كده وماشي عندي flat front ممتازه، وبقى عندي الى حد ما sweeping شبه البيستون لايك. وفي الحاله ديت انا بسمي هنا عندي المايه اللي ظهرت ديت ان هي mature water breakthrough، ودي حاجه كويسه. انما في الحاله ديت مثلا دي عندنا بنسميها immature water breakthrough او بنسميها early breakthrough. طيب طيب ايه برضو اللي بيأثر؟ لو سي مثلا ان انا عندي سي مثلا homogeneous reservoir، يعني انا ده كان كده highly heterogeneous reservoir، لان انا عندي layering، عندي كل layer واضح ان ليها permeability مختلفه، فده كده ما يعتبرش homogeneous ابدا يعني. ماشي، دي كده كيس من الكيسز اللي تقول ان انا عندي poor vertical sweeping efficiency. ايه الحاجه الثانيه اللي ممكن تاثر؟ الحاجه الثانيه اللي ممكن تاثر هو شكل الدرايفنج فورسز. احنا اتكلمنا في من 2 سلايد فاتوا كده على الديفرنت درايفنج ميكانيزمز. في فرق بين درايفنج ميكانيزمز ودرايفنج فورسز، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. وانا على ايامي في الكليه ما كناش اخذنا يعني ايه درايفنج فورسز بصراحه، فانا ما اعرفش انتوا اوير بيها ولا لا، احنا كده كده حقيقة هنتكلم عنها النهارده. فعلى حسب انا عندي درايفنج فورسز انهي واحده فيهم اللي بتدومينيت، احنا عندنا ثلاثه درايفنج فورسز هنتكلم عنهم بعد شويه صغيرين. لو انا عندي فيسكس دومينيتد فلو او عندي جرافيتي دومينيتد فلو، هنا معناه ان انا عندي فيسكس فورس عاليه جدا، هنا معناها ان انا عندي جرافيتي فورس عاليه جدا. شكل الفلو داينامكس اللي حاصله تحت في الخزان وشكل والديفرنت ماجنيتيودز بتاعه الدرايفنج فورسز المختلفه ومين اكبر من مين، ده بيحدد اذا كان شكل الفلو بتاعي هيبقى فيسكس دومينيتد ولا جرافيتي دومينيتد ولا كابلاري دومينيتد. طبعا احنا بنحب قوي قوي لو هو فيسكس دومينيتد. ليه؟ لان بيبقى عندي المنظر ده اللي هو احنا بنسميه بيستون لايك. انا عندي الميه ماشيه بالشكل دوت وعندي هنا الزيت بتاعي، بيحصل له ايه بقى؟ بيحصل له displacing ولا بيحصل له sweeping؟ بيحصل له sweeping. احنا اتفقنا ان كلمه displacing بتحصل او بنقولها في المايكرو سكيل اللي هي الكيس اللي فاتت ديت بتاعت displacement efficiency. هنا احنا بنقول ان احنا عندنا sweeping efficiency، فهنا الميه بتعمل sweeping كويس قوي للزيت، ده لو حاله فيسكس دومينيتد. لو انا عندي جرافيتي دومينيتد يعني الفيسكس فورس قليله قوي، فبلاقي ان الميه باي جرافيتي عشان هي هاير دنس عن الزيت، ف
فبيحصل لها اندر رايد كده، وبلاقي الميه بتجري تحت الزيت وهتجري على البير وهتعمل لي برضو مشكله بتاعه الايرلي ووتر بريك. طيب انا كان متقال لي ان احنا هناخد اول بريك مع صلاه المغرب والاذان بيدن دلوقتي، ف دلوقتي احنا عندنا بريك 15 دقيقه، فلو سمحت ممكن نرجع على الساعه 5:52. تمام يا هندسه. تمام يا هندسه. ماشي هندسه، ناخد بريك ربع ساعه ان شاء الله للصلاه ونرجع ان شاء الله على 6:10 كده، 6 يعني على 6:10 طيب 52 دقيقه. ماشي يا فندم. اوكي ان شاء الله. ماشي اوكي يا باشمهندس. ماشي يا فندم.
حضراتكم رجعتوا؟ اه باشمهندس موجود هنا معاك هندسة. طيب اوكي هنكمل كده ان شاء الله الجزء اللي كنا بنتكلم فيه بتاع الـ recovery efficiencies. كنا اتكلمنا اخر سلايد عن الـ displacement efficiency وعن الـ vertical sweeping efficiency، وقلنا ان الـ vertical sweeping efficiency بتتأثر بحاجتين. اول حاجة وهي الـ vertical heterogeneity، لو عندنا hyperm streak موجودة في الـ strata بتاعتنا بتخلي عندنا low vertical sweeping efficiency، وتاني حاجة هي شكل الفورس اللي بيدومينيت في الفلو داينامكس. فلو عندنا فيسكس دومينيتد فلو بيبقى شكل الفلو عندنا بيستون لايك بالشكل دوت، لو عندنا جرافيتي دومينيتد فلو بلاقي ان الميه عملت اندر رايد تحت الاويل وبيحصل عندي ايرلي ووتر بريك ثرو. تاني نوع من السويمنج افشنسي هي السلايدز يا جماعه ظاهره ولا مش ظاهره؟ ظهر عندي. طيب اوكي مهندس محمود حازم، حضرتك بتقول ان السلايدز مش ظاهره، هي تقريبا ظاهره عند الناس، حضرتك بس اتاكد ان ما فيش مشكله عندك. تمام. تاني نوع من السويبنج افشنسي وهي الاريال سويبنج افشنسي. احنا في الفيرتيكال كنا بنتكلم على العلاقه اللي بين اي تو ويلز في السكشن اللي ما بينهم، انما في الاريال سويمنج افشنسي احنا بنبص على الماب فيو. فهنا مثلا لو ده عندي انجكتور وده انجكتور تاني وده انجكتور تالت وده بير مثلا بينتج يعني اويل بروديوسر مثلا، بلاقي ان لو انا شفت العلاقه اللي بين اي بير اوف تو ويلز بلاقي ان العلاقه بين الانجكتور ده مع الاويل بروديوسر ده بيبقى بينهم ستريم لاينز ماشيه بالشكل ده. لو انا تخيلت ان دي هي الاريا اللي ما بين التو ويلز، فبشوف انا عندي الستريم لاينز ديت غطت قد ايه من الاريا ديت، والنسبه ديت بتبقى هي الاريال سويبنج افشنسي. وهي بتتاثر بايه بقى؟ بتتاثر بالموبيليتي ريشيو. يعني ايه موبيليتي ريشيو؟ هنشوفها بعد واحد او اثنين سلايد. فمثلا لو ده هو البير اللي بيحقن وده هو البير اللي بينتج، فممكن يبقى عند الستريم لاينز ماشيه بشكل ويل كونفورم بالشكل ده، وبالتالي بيبقى عند السويمنج افشنسي عاليه جدا. انما لو عندي العلاقه اللي بين الووتر انجكشن ويل مع الاويل بروديوسر بقى عندي فلات فرونت فيري ريجولر او الريجولر بالشكل دوت، وعندي كل الفوليوم دوت اون سويبت، ففي الحاله ديت بيبقى عندي السويمنج افشنسي طبعا زي ما هو واضح قليله. لو شفنا العلاقه اللي بين الموبيليتي ريشيو مع السويمنج افشنسي هنلاقي ان كل ما الموبيليتي ريشيو قلت كل ما السويمنج افشنسي زادت. يعني ايه بقى موبيليتي ريشيو؟ ده هنعرفه بعد شويه صغيرين. طيب انت دلوقتي كار اي لو انت عندك لو ريكفري فاكتور، يعني لو عندك مثلا ريكفري فاكتور مثلا احنا زي ما اتفقنا امبارح ان بلاش كلمة low و high، خلينا دايما نبعد عن ال subjective expressions ديت، خلينا دايما نتكلم بأرقام، لأن أنا بالنسبة لي مثلا recovery factor مثلا قليلة يعني 5% مثلا، أنت بالنسبة لك قليلة يعني 20%، فبلاش قليلة وعالية ديت. لو عندك مثلا recovery factor مثلا 5% وعندك من الـ benchmark studies عندنا recovery factor ممكن ترينج من 2 لحد مثلا 50 مثلا في المية، فخمسة دوت يعتبر قليل. طيب لو انت عندك لو ريكفري فاكتور ده ممكن يكون بسبب ايه؟ ممكن يكون بسبب حاجات كتير جدا، منهم حاجات بايديك وحاجات مش بايديك. طب ايه الحاجات اللي مش بايديك؟ الحاجات اللي مش بايديك هي دايما الاستراكشر والفيشز، يعني الحاجات اللي ربنا خلقها بالشكل ده. لو عندك استراكشرال كومبلكستي عالي قوي او عندك فيشز كومبلكسيتي عاليه قوي، معنى ايه؟ معنى ان انا مثلا عندي هايلي فولتد ريزرفوار او عندي ساند فيشز فيري بور ومش كونكتد لبعض، وعندي ساند لينسز كده او عندي ساند شانلز والكونكتيفيتي اللي بينهم صعبه. ففي الحاله ديت انت بايديك ان انت تعمل مانجمنت الى حد ما، بس المانجمنت اللي بايديك دوت بيبقى
غالي مش رخيص. يعني المانجمنت في حاله الهاي كومبلكس ريزرفورز بيبقى ان انت تحفر عبار كتير. يعني دايما لو عندك هاي كومبلكس ستراكشرز او هاي كومبلكس فيشز بيبقى الحل ان انت تزود في الويل دنسيتي، بدل ما يبقى عندي مثلا بيرين 3 لا هيبقى عندي مثلا 10 15 بير. ففي الحاله دي انت هتجيب ريكفري فاكتور اعلى طبعا، بس في المقابل انت دفعت فلوس كتير. عشان خاطر كده انت دايما بتريليت الريكفري فاكتور بتاعك للويل سبيسنج او للويل دنسيتي. كل ما الويل دنسيتي زادت كل ما الريكفري فاكتور زاد. اوكي يعني انت ممكن بكل كل ما كترت في الـ في الـ في الـ في الويل دنسيتي، خلينا نسميها ويل دنسيتي لان الويل سبيسنج باي ديفينيشن هو عكس الويل دنسيتي، او الويل سبيسنج هو عكس الويل دنسيتي. فلو رسمنا مثلا ريكفري فاكتور مع الـ مع الـ مع الويل دنسيتي هنلاقي ان عندنا حاجه مثلا بالمنظر ده مثلا يعني. فطبعا كل ما زودت انت في عدد الابار كل ما جبت ريكفري فاكتور اعلى طبعا. بس انت في الحاله دي انت بتدور على الاوبتيمم ويل دنسيتي، يعني مش هقعد ازود في الابار. هو كل بير هيجيب لي انكريمنتال، بس هوصل يعني لحد مرحله كده ان الانكريمنتال اللي انا بجيبه من اي بير من اي بير جديد مش بيجاستيفاي الاكسبنسز اللي انا بصرفها عشان احفره مثلا. فدايما انت بيبقى عندك ريفرنس ان انت بتتكلم على الاوبتيمم ويل دنسيتي. انا بتكلم على في حالة الميت بير مثلا، في حالة الميت بير هجيب مثلا ريكفري فاكتور مثلا 5%. طيب اوكي ده الحاجات اللي مش بايديك اللي هي الاستراكشر والفيشز. هتعملها مانجمنت، هتحفر ابار اكتر، بس ده هيأثر على الايكونوميكال موديل زي ما لسه شارحين حالا. طب ايه الحاجات بقى اللي بايديك شويه اللي انت ممكن تغيرها بشكل كبير؟ اول سبب طبعا ان انت بيبقى عندك لو ريكفري فاكتور ان انت يبقى عندك insufficient natural energy. انت عندك اصلا depletion drive reservoir، ما عندكش water drive، ما عندكش gas cap drive. فالمين درايف ميكانيزم بتاعك هو depletion drive. في الحاله دي انت بتنتج من الـ من الـ من الـ من الخزان بتاعك، بتلاقي عندك مثلا لو البريشر حتى بادئ ب 5000 بي اس اي، و 5000 بي اس اي ده رقم كبير، بس احنا مش بنتكلم على رقم دوت as absolute value، احنا بنتكلم عليه قدام وانا بنتج هيبقى عامل ازاي. هل هيمشي كده ولا هيمشي كده؟ فطبعا هو كان هيمشي كده لو هو well supported، لو عندنا مثلا اكفر او عندنا water drive reservoir هيمشي كده. لو هو مثلا depletion drive reservoir، طبعا لو هو depletion drive reservoir والبريشر بتاعي هينزل بالشكل العنيف دوت هيأثر بالتبعيه على الريتس اللي طالعه لي من الخزان دوت. فده اول حاجه بتخلي ان عندك low recovery factor. طب ايه حلها انت كار اي؟ طبعا تعمل water flooding او تعمل water injection، او تفكر ان انت تسبورت يعني الخزان دوت بشكل او اخر. طيب تاني حاجه ممكن تاثر عليك ويتخلي عندك لو ريكفري فاكتور هو اللو ديسبيسمنت افشنسي. ديسبيسمنت زي ما اتفقنا يبقى احنا بنتكلم على المايكرو سكيل. لو عندنا موبيليتي كونتراست ما بين الاويل والووتر، او عندنا انترفيشال تنشن، لو عندنا سترونج اويل ويت ريزرفوار ده هياثر كتير على الديسبيسمنت افشنسي. مثلا لو انا دلوقتي بحقن ميه في زيت تقيل، فالزيت التقيل دوت هو ليه فيسكوزيتي معينه. وعلى فكره هنا في نوت مهمه ان انت كار اي انت ما يهمكش الزيت دوت تقيل ولا خفيف كوزن كاي بي اي، ما يهمكش كدنسيتي فاليو هو عامل ازاي. هو اللي يهمك هو 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 عنده فيسكوزيتي قد ايه، لان ممكن زيت يبقى تقيل وزنا يبقى الدنسيتي بتاعته عاليه اي بي اي مثلا 20 او 15، بس الاويل فيسكوزيتي بتاعته مقبوله، ممكن ما تكونش عاليه قوي، ممكن تبقى مثلا 2 3 سنتي بويز مثلا. فانت ما يهمكش قوي كلمه زيت تقيل، انت يهمك هل هو فيسكس اويل ولا يعني هاي فيسكس اويل ولا لو فيسكس اويل. بس احنا بنمشيها بنفس الترمينولوجي اللي شغاله في يعني في الاندستري، ان ده زيت تقيل ولا زيت خفيف. بس بين قوسين كده انت ما يهمكش تقيل ولا خفيف، انت يهمك فيسكس ولا مش فيسكس. ماشي. فانا لو بحقن ميه في زيت هاي فيسكس او يعني زيت تقيل مثلا، ففي الحاله ديت بلاقي ان انا عند الميه هيبقى عندها تندنسي ان هي تجري بسرعه من خلال الزيت دوت وتمشي الناحيه الثانيه تطلع تعمل لي ايرلي ووتر بريك ثرو. طب لو عندي زيت خفيف او ليس فيسكس اويل، او ما عنديش موبيليتي كونتراست عالي قوي ما بين الميه اللي انا بحقنها والزيت اللي انا بزقه،
في الحاله دي الزيت بيتزق كويس قوي قدام الميه ويبقى الديسبيسمنت افشنسي بتاعتي كويسه. تاني حاجه بتاثر لي في الديسبيسمنت افشنسي هو الانترفيشال تنشن او زي ما قلنا امبارح لو هو اويل ووتر ريزرفوار او ووتر ووتر ريزرفوار. طبعا لو عندنا سمول بول ثروتس ده هياثر جامد جدا، هيخلي عندي هاي كابلري بريشر وبالتالي هيبقى عندي ترابد اويل عالي. لو عندي هاي كلي كونتنت، هاي كلي كونتنت بيبقى الكلي باي نيتشر هو دايما بيبقى اويل ويت، فطول ما يبقى عندك كلي كونتنت عالي تفهم ان انت عندك اويل ويت ريزرفوار. عندي اويل ويت ريزرفوار يبقى في الحاله دي هيبقى عندي هاي ريزيديوال اويل ساتوريشن، في الحاله دي اكيد هيبقى عندي لو ديسبيسمنت افشنسي. في شويه حاجات كده انت ممكن يعني تعملها انتسيبيشن حتى من قبل الانتاج. تمام. ثالث حاجه هو لو عندي لو سويبنج افشنسي، low sweeping efficiency زي ما اتفقنا يا اما vertical يا اما aerial في الحالتين بيجي من الهيتروجينيتي، ودي حاجات بتبقى structural او بيبقى ليها stratigraphic origin او facies origin. طبعا يعني ممكن نقول عليها geological complexity او stratigraphic complexity او facies complexity، التلاتة نفس المعنى مع ال structural complexity. طبعا دي حاجات مش بايديك ان انت تغيرها، بس ممكن تعملها management زي ما اتفقنا ان انت تكتر عدد الاغراض. طيب حاجه تانية، لو عندك هوموجينس ريزرفوار ممكن انت بقى اللي تكون اخطات في ايه، حطيت الابار في يعني في الاماكن الغلط وعملت باترن مش ده الباترن المناسب او اخترت ريت مش مناسب. طيب الكلمتين الاخرى دولت اللي هو اخترت ريت مش مناسب او كده يعني هيوضحوا اكتر في التو سلايدز دول ان شاء الله. طيب اتكلمنا عن الدرايفنج ميكانيزمز اللي هم الخمسه درايفنج ميكانيزمز، ودلوقتي هنتكلم عن الدرايفنج فورسز. ايه بقى الدرايفنج فورسز؟ هما ثلاثه فورسز، عندنا الفيسكس فورس، عندنا الجرافيتي فورس، عندنا الكابلري فورس. انت كريزرفوار انجينير انت تحب قوي ان انت يبقى عندك فيسكس دومينيتد فلو. انت دايما بيبقى عندك الثلاثه فورسز، دايما الثلاثه فورسز باي فيزكس موجودين، بس مين اللي اعلى من مين بكتير، مين اللي اعلى من مين ريليتيف، ده اللي هيدومينيت. فدايما عندك جرافيتي فورس، دايما عندك كابلري فورس، دايما عندك فيسكس فورس، بس مين اللي بيدومينيت على مين هو ده الشاهد في الاخر. فعشان خاطر كده انت مش هتفتح اكسل شيت وتكتب ايكويشنز وتقول ده انا عندي فيسكس فورس تساوي مثلا كذا، ده رقم قليل او ده رقم كبير. لا انت مش بتعمل كده، انت بتحسب كل اتنين مع بعض وبتجيب الريشيو اللي بينهم. مثلا بجيب الفيسكس فورس وبقسمها مثلا على الكابلري فورس وبطلع حاجه اسمها الكابلري نمبر. لو انتوا فاكرين الكابلري نمبر دوت اللي احنا بنتكلم عليه او كنا بنتكلم عليه واحنا بنتكلم عن ري اور، ان كل ما زاد كانت حاجه مش كويسه وكل ما قل كانت حاجه كويسه او العكس. ف سواء ده او ده يعني سواء اي فورس احنا بنتكلم عليها، احنا مش بنحسب كل فورس از ان ابسولوت فاليو، احنا بنحسب دايما عندنا ديفرنت برودكتس كده لكل اثنين لكل اثنين فورس والريشيو بتاعتهم بتبقى كام، وده هيبقى واضح اكتر في ال 2 3 سلايد اللي جايين. طيب يعني ايه بقى دلوقتي فيسكس فورس؟ يعني من اسمها كده، لو انت مثلا دلوقتي عندك كوبايه ميه وقمت داري الكوبايه الميه دي، هتلاقي ان الميه عندها تندنسي ان هي تتحرك مثلا بالشكل ده. طب لو عندك نفس الكوبايه حطيت فيها مثلا حاجه فيسكس وليكن مثلا عسل مثلا او حاجه، وقمت دلق الكوبايه، هتلاقي ان العسل عنده تندنسي ان هو هيتحرك بالشكل ده. ده معنى فيري سمبليفايد للفيسكس فورس قد ايه هي ممكن تاثر على الفلو داينامكس اللي عندك تحت في الخزان. طبعا انت كار اي تحب الشكل ده اكتر لان دوت شبه البيستون لايك ديسبيسمنت، انما لو عندك لو فيسكس فورس هيبقى دايما عندك الشكل دوت من الفلات فرونت اللي هي مش ويل كونفورم خالص، وهتعمل لك او ممكن تعمل لك ايرلي ووتر بريك ثرو. طيب في الفيسكس فورس تبقى اكتف في حاله الديسبيسمنت بروسيس. يعني ايه ديسبيسمنت بروسيس؟ يعني لو انا بنتج زيت بس فما عنديش فيسكس فورس، يعني او يعني انا مش مهتم بالفيسكس فورس، انا مهتم بالفيسكس فورس لو انا عندي ديسبيسمنت بروسيس. ديسبيسمنت بروسيس يعني في فلويد معين بيديسبليس فلويد تاني، وهي مينلي بتكنترول الهوريزونتال فلويد موفمنت، وهي بتعتمد مينلي على الفيسكوزيتي. يعني ايه بقى جرافيتي فورس؟
جاي من اسمها هي due to fluid density difference. يعني معنى ايه؟ معنى ان انا مثلا لو بحقن ميه في زيت خفيف مثلا بلاقي ان الميه عندها tendency دايما ان هي يحصل لها under ride بالشكل ده. ليه؟ عشان في فرق density ما بين الاويل والووتر، فدايما الووتر هيبقى عندها تندنس ان هي تبقى في الـ في الـ في الـ في المكان اللي هو تحت ده. وطبعا لو بحقن غاز مثلا، لو بحقن غاز في مثلا اويل ليج، بلاقي ان الغاز عنده تندنسي ان هو يعمل اوفر رايد، يبقى هو ماشي مثلا بالشكل ده. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقى بسبب ان عندي جرافيتي فورس حصل عندي هنا اندر رايد للميه وهنا اوفر رايد للجاز. كابلاري فورس زي ما اتفقنا امبارح في الكابلاري بريشر، لو عندي فور ثروتس او عندي فورز صغيره عشان بيبقى عندي ديفرنس في الدنسيتيز ما بين الفلويدز المختلفه، وبالتالي عندي ديفرنس في البريشر لكل فلويد عند نفس النقطه بسبب ان انا عندي انترفيشن تنشن، ده بيخلي الاويل او ايا كان ايه الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها بتبقى تراب سام هاو جوه البورز ديت ومش بتتحرك بسهوله. ممكن تتحرك بسهوله لو الصخر دوت كان وات بالفيس دوت ومش هتتحرك، او هتتحرك بصعوبه لو الصخر دوت ما كانش وات بالفيس دوت. يعني لو هو اويل ويت ريزرفور هلاقي ان حركه الزيت صعبة لأن الزيت بيبقى adhered على الجرينز. لو هو water with reservoir بنلاقي إن دايما بتبقى الجرين بتبقى عليها فيلم من الـ من الـ من الـ من الووتر، ويبلاقي إن الزيت هو اللي حركته سهلة في الحالة دي. بس إحنا محظوظين لأن الكابلاري فورس compared بالـ gravity force وبالـ viscous force بتبقى very 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 negligible في حالة ان انا عندي fluid flow. لو عندي fluid flow بلاقي ان الفيسكس فورس اعلى بكتير من الكابلاري فورس، بلاقي ان عندي gravity force اعلى كتير من الكابلاري فورس. فالكابلاري فورس تهمني وتهمني فقط في حالة الستاتيك كونديشن. من الاخر كده لو انت بتتكلم على يعني على الموديلنج مثلا عند time step zero بقى يعني بوزع بيها fluid distribution وهكذا، انما الكابلاري فورس تأثر لي على شكل الفلو داينامكس صعب جدا. امتى؟ لو انا بنتج مثلا بريت مثلا 10 برميل في اليوم او 50 برميل في اليوم، وده طبعا حاجه يعني مش موجوده، او لو موجوده هتبقى موجوده يعني نادرا جدا في بعض الريزرفورز بره مصر مثلا. ليه؟ لان في الحاله دي انا بنتج بريت قليل، فالفيسكس فورس تقريبا نيجليجبل والجرافيتي فورس تقريبا نيجليجبل، فممكن الكابلاري فورس في الحاله دي يبقى ليها تاثير على شكل الفلويد فلو داينامكس اللي حاصله تحت في الخزان. زي ما اتفقنا احنا مش بنحسب كل فورس لوحدها، احنا بنحسب النمبر بتاع الريشيو ما بين كل اثنين. فمثلا فيسكاس او يعني فيسكوستي جرافيتي نمبر ده انا بجيب بيبقى الريشيو اللي بين الفيسكاس فورس على الجرافيتي فورس، وبشوف الترم دوت لو هو اكبر من قيمه معينه معنى كده ان هو فيسكاس دومينيتد، لو اقل من قيمه معينه معنى كده ان هو جرافيتي دومينيتد، لو ان بتوين بيبقى كده انا عندي كومبينيشن ما بين الفيسكس دومينيتد فلو والجرافيتي دومينيتد فلو. فلو شفنا هنا هنلاقي ان هو فانكشن في الفيرتيكال بيرميبيليتي وفي الافكتيف ووتر بيرميبيليتي او في ريليتيف ووتر بيرميبيليتي وفي الديفرنس بتاع الدنسيتي وفي الجرافيتي وفي الديبنج بتاع الطبقه بتاعتك، لان انت بتتكلم على طبعا جرافيتي فالديبنج بتاع الطبقه طبعا هياثر كتير، وعن الاريا وعن اللينث وفانكشن في الثيكنس وفي الريت وفي الووتر فيسكوستي. لو انا عندي الرقم دوت اقل من 0.1 معنى كده ان انا هيبقى عندي فيسكس دومينيتد فلو. فيسكس دومينيتد فلو يعني عندي الى حد ما بيست اون لايك ديسبيسمنت، ودي حاجه ممتازه جدا بتفرح كل الناس. طيب ده يهمك في ايه؟ او ده انت ممكن تعمل له كونسيدريشنز في ايه وانت شغال في الفيلد ده؟ مثلا ان انت تبقى عندك توقع ان انت انا شغال ووتر فلودنج وعندي ده هو الاويل ريت مثلا، وعندي دي الووتر كات، يعني عندي الووتر كات ماشيه تريسس الى حد ما، يعني مثلا 5% 10%،
دي هي مثلا دي هي الدرجات مثلا. لو انا شغال مثلا بالفيسكس دومينيتد فلو دوت، فانا بعمل ووتر فلودنج، هو يعني انا بحقن ميه بس الميه مش ظاهره عندي. يعني في ناس كتير بيقول لك انا عامل ووتر فلودنج بقالي 6 شهور والميه وال يعني الابار لسه ما شافتش ميه بشكل واضح. انت ممكن تبقى يعني المفروض ان انت يعني تجاوب على 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 السؤال دوت، يعني ما تسالهوش اصلا، يعني المفروض انت تجاوب وانت تفسر بقى. يعني في الغالب انت كده عندك فيسكس دومينيتد فلو، دي حاجه كويسه. لو كملنا مع الفيسكس دومينيتد فلو دوت وشفنا البرفورمانس بتاع الابار، في الغالب هتلاقي ان في نقطه معينه كده هتلاقي فيها الميه قامت عامله كده فجاه. ده كده شكل التيبيكال بيرفورمانس بتاع الفيسكس دومينيتد فلو. عندي الميه بتبقى ماشيه تريسس وفجاه ابص الاقيها عليت مره واحده، وبلاقي الزيت بتاعي كان ماشي كويس جدا وفجاه الزيت يقوم قال المره واحده. ده كده الاويل وده كده الووتر. طبعا في الحاله دي في الكام يوم دولت او في الكام اسبوع دولت بتلاقي الشركه بتجري ويا الابار ضربت ميه والحق يا باشمهندس نزل لنا بي ال تي وشوف لنا الميه جايه منين وبتاع. طبعا الميه دي بتبقى احنا بنسميها جود ووتر. جود ووتر يعني مش ميكانيكال ووتر، يعني مش جايه من ليكينج مثلا، مش جايه من كونينج، مش جايه من فينجرينج، لا دي الميه الطبيعيه بتاعه الفيري ماتيور ووتر بريك ثرو. يعني دي جود ووتر، دي حاجه يعني مش محتاجه بقى يعني دياجنوستكس كتير، ومش محتاجه ان انت تنزل بقى بي ال تي و و و. طب مين اللي هيفيدك في الموضوع ده؟ هو الار اي. يعني الريزرفوار انجينير هيقول لك خلي بالك انت عندك فيسكس دومينيتد فلو، انت هتيجي في سنه مثلا 2022 في شهر يونيو هتلاقي ان الميه عندك بدات تزيد بشكل عالي قوي. ده لو فيسكس دومينيتد فلو. لو جرافيتي بقى دومينيتد فلو بيبقى المنظر بالشكل ده. لو عندي الترم دوت اكبر من 10 اللي احنا كنا بنتكلم عنه في السلايد قبل اللي فاتت، بلاقي ان انا هنا عندي ايه؟ عندي هنا الميه هتظهر بسرعه قوي. يعني لو رسمنا لو توقعنا كده شكل الاويل بيرفورمانس مع الووتر بيرفورمانس عامل ازاي، هنلاقي ان ده شكل الاويل بيرفورمانس وده هو شكل الميه. وهلاقي هنا اول ما يحصل عندي ايرلي ووتر بريك ثرو، لان ديت ايرلي ووتر بريك ثرو او ديت اماتيور ووتر بريك ثرو، هلاقي ان الميه عندي هتبدا تعلى تدريجي بالشكل ده لحد ما تعلى بقى خالص، والاقي عندي الزيت في الناحيه الثانيه هينزل برضو بالشكل ده. فلما الاقي الميه عندي بتبدا تعلى واحده 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 كده، ده كده يعني ده كده يقول لي من البدايه، او يعني ابقى عارف ان انا عندي جرافيتي دومينيتد فلو. طبعا في الحاله دي انا بيبقى عندي ريزيدي او بيبقى عندي مش ريزيدي اويل، بيبقى عندي ان سويبت اويل كتير جدا، لان الميه مثلا هتكمل سيم مثلا لحد هنا، والبير في الحاله دي هيبقى بينتج مثلا 95% مثلا ووتر كات. ممكن لو انت شغال مثلا جاز ليفت ولا حاجه مش هتقدر تعمل له ليفتنج، لان الميه دي هتبقى تقيله قوي على على الـ على الـ على الجاس، او هتحتاج ان انت تحقن فيه ليفتنج كتير. يعني الابار طبعا هتموت، مش هتبقى شغاله طبعا ناتشرال يعني. بس لو انت شغال بامبنج مثلا بي اس بي او حاجه، فانت هتطلع بقى اللي تطلعه عادي براحتك، بس في الاخر ممكن البير تبقى مصاريفه مش يعني مش بتجستيفاي قوي اللي انت بتصرفه عليه. يعني مثلا لو انت مثلا بتنتج منه مثلا في اليوم مثلا 50 برميل زيت، هتقول انا بجيب الزيت دوت منه وبصرف عليه مثلا باور كذا، وبصرف عليه مثلا من اللوجيستكس كذا، وهتالوكيت عليه بقى يعني الاكسبنس بتاعته. ففي الاخر ممكن تقول لا، يعني الرقم دوت مش بيجاستيفاي ان انا افضل انتجه، فممكن تقفل البير ويبقى عندك كميه زيت هنا مهوله انت قافلها عليه. طب ايه حلها ده؟ دي طبعا مش هتطلع غير لو عملت اي او ار، او بقى لو غيرت في الباترن بتاع الووتر فلودنج. يعني مثلا لو كنت مثلا بحقن مثلا بالباترن دوت مثلا، يعني فممكن في الحاله ديت اقول خلاص انا هعمل كونفرجن للبير دوت واخليه انجكتور، واعمل مثلا كونفرجن برضه للبير اخليه انجكتور، وبدل ما انا كنت قاعد مثلا بعمل سويبنج مثلا كده، لو تخيلت ان ده شكل الستريم لاينز بتاعتي، فانا لا ده انا كمان هبدا اسويب كده. وفي الحاله ديت انت هنا طلعت شويه اويل من اللي كان ان سويبت هنا، وطلعت شويه اويل من اللي كان ان سويبت هنا. طبعا الكلام ده نظري جدا، انت لازم يبقى عندك موديل،
ولازم في الموديل دوت انت بتميمك بقى شكل الاستراكشر وشكل الفيشز وشكل الديبنج بتاع الطبقه، وهل انت فعلا عندك ابار كتيره، وهل انت عندك اصلا ووتر انجكشن كابابيلتي ان انا ممكن احول البير ده وبدل ما كان بينتج ان هو يبقى بيحقن ولا لا. فشاهد في فاكتورز كتيره قوي، الموضوع مش بالسهوله دي. وطبعا عشان تقنع المانجمنت ان البير ده مثلا بينتج مثلا 100 برميل وانا هحوله النهارده عشان يبقى ووتر انجكتور، علشان البير التاني دوت انتاجه يعلى من 200 يبقى مثلا 300 او يعني 400 او 500، ودوت هيعلي من الالتيميت ريكفري فاكتور اوفرول. فالموضوع مش بالسهوله دي، بس احنا بنتكلم مع بعض ازاي انت ممكن تفكر. اوكي طيب، لو عندي بقى يعني الترم دوت بيرنج من الى، وفي الغالب يعني هتلاقيه ان هو بيرنج من الى كده في معظم الحالات، مش معظم الحالات يعني، انا برضو يعني انا ما اشتغلتش برضو في كل الريزرفورز اللي في العالم يعني، فانا بتكلم على اللي انا شفته في مصر والى حد ما يعني الدول اللي انا شفت فيها بعض الاسيتس برضو، ان انت في الغالب بتلاقي ان ان ان, إن الترم دوت قلما لما بيبقى فيسكس دومينيتد فلو، لما بيبقى فيسكس دومينيتد فلو هو يا اما جرافيتي دومينيتد فلو يا اما ان بتوين، والاغلبيه الاكثر بيبقى ان بتوين. طب مين اللي هيقول لك دوت؟ اللي هيقول لك دوت هو الموديل، والموديل انت بتعمله انت بتشوف بعينيك شكل الووتر فلات فرونت ماشيه ازاي، تايم لابس بتشوفها ماشيه ازاي كل اسبوع، فممكن تلاقيه في لحظه كان فيسكس دومينيتد فلو وبعدين قلب بقى جرافيتي دومينيتد فلو، لان انت غيرت الريت وغيرت الباترن مثلا وحفرت بير جديد. فهو مش رقم واحد هيفضل معاك ثابت في كل اللايف تايم بتاع الاسيت بتاعك، الرقم ده اصلا هيتغير واكيد هيتغير مع الوقت كل ما تغير في اي بارامتر جوه الاف دي بي بتاعك، سواء بحفر ابار جديده او بي كونفرجنز بير كامبينت خليته يحقن او العكس، او بان انت غيرت باترن مثلا. فالحاجات ديت فيري دايناميك وهتتغير مع كل تغيير انت بتعمله في الفيلد بتاعك. تاني ترم ممكن تبص عليه وهو الكابلاري فيسكس نمبر، اللي هو العلاقه اللي بين الكابلاري فورس على الفيسكس فورس دوت بي انديكيت او دوت انديكيتور على اهميه الكابلاري فورس في الديسبيسمنت في الديسبيسمنت بروسيس. بس زي ما قلنا ان الكابلاري فورس هي مهمه وهي بتدومينيت فعلا، بس في حاله ان انا ما عنديش فلو خالص او في حاله الفيري فيري لو ريت. فمثلا لو عندي الترم بتاع الان سي بي دوت اكبر من 10، معنى كده ان انا عندي كابلاري دومينيتد فلو، دي حاجه ثيوريتيكال قوي. وفي الحاله ديت انت بيبقى عندك الفلو بيبقى دومينيتد بالديفرنت كابيلاريتيز بتاعه الروب فيشز، مثلا ده هتلاقيه بادي معين هتلاقيه بيبهيف بشكل معين، ده بادي تاني هيبهيف بشكل تاني، ده بادي تالت هيبهيف بشكل تالت وهكذا. بس طبعا ده مش بيحصل لان ده بيبقى عشان يبقى عندك NCV رقم كبير اكبر من العشرة، معنى كده ان انت عندك هنا المقام هيبقى قليل، والمقام عمره ما هيبقى قليل لان عندك هنا الكيو، والكيو ديت بتاعت الانجكشن عمرها ما هتبقى قليله يعني، اكيد دي هتبقى بالالاف، فعمر ما الكيو هتبقى بالالاف، وفي الاخر هتلاقي عندك ال ان سي في هو رقم كبير وهيبقى كابلري دومينيتد. اوكي اخر حاجه في الجزئيه ديت هي الموبيليتي ريشيو. احنا لما كنا بنتكلم احنا الميه بتزق زيت تقيل ولا خفيف، وقلنا ان الاحسن احنا نتكلم على الاويل فيسكوزيتي مش الـ مش الـ مش الـ مش الاويل دنسيتي. يعني ايه موبيليتي ريشيو؟ موبيليتي ريشيو لو تفتكروا قلنا ان هي بتاثر جامد جدا في السوبنج افشنسي، كل ما الموبيليتي ريشيو قلت معنى كده ان السوبنج افشنسي عاليه. يعني ايه بقى موبيليتي ريشيو؟ الموبيليتي ريشيو هي ريشيو اللي بين بتاعه الديسبليسنج فلويد على الموبيليتي بتاعه الديسبليسد فلويد. وعشان احنا بنتكلم على water flooding system او water oil system، فالdisplacing fluid في الحاله دي هو الميه، والdisplaced fluid في الحاله دي هو الزيت. ممكن يتغير؟ طبعا ممكن يتغير، ممكن يبقى الdisplacing fluid polymer solution مثلا. في الحاله دي هتقول ان انا عندي الموبيليتي ريشيو هي الموبيليتي بتاعت البوليمر سوليوشن على الموبيليتي بتاعت الاويل مثلا يعني.
فهي مش دايما ووتر على قوي، هي على حسب مين اللي بيدسبليس، مين اللي بيحصل له ديسبليس. طيب وعندنا بقى باي ديفينيشن كلمه موبيليتي هي كي اوفر ميو. ولو تفتكر امبارح احنا كنا بنتكلم على على الكي، وقلنا ان في ابسولوت بيرمابيليتي وفي افكتيف بيرمابيليتي وفي ريليتيف بيرمابيليتي. طب دي انهي كي؟ دي هي الافكتيف بيرمابيليتي. ليه افكتيف بيرمابيليتي؟ لان هي هتتغير بتغير الساتوريشن. فمثلا لو عندي 100% اويل ساتوريتد، في الحاله دي انا هيبقى عندي الافكتيف اويل بيرمابيليتي هتساوي الابسولوت اويل بيرمابيليتي في حاله ان انا عندي 100% اويل ساتوريشن مثلا. انما كل ما الووتر ساتوريشن يزيد تلاقي ان الاويل ساتوريشن بيقل، وبالتالي الافكتيف اويل بيرمابيليتي برضو هتقل. فالاويل موبيليتي تساوي الافكتيف اويل بيرمابيليتي على الاويل فيسكوستي. وكذلك نفس الديفينيشن خاص بالووتر موبيليتي. هقسم الاثنين على بعض، هلاقي ان هي فانكشن في الافكتيف بيرمابيليتيز وفي الاويل فيسكوستي على الووتر فيسكوستي. طبعا هنا واضح قوي انا حابب ان الـ ان الـ ان الموبيليتي ريشيو بتاعتي تبقى قليله. ليه؟ عشان السوبيك افشنسي يبقى عالي. طب امتى الموبيليتي ريشيو هتبقى قليله؟ تبقى قليله لو الاويل فيسكوستي ديت اللي في الباست قلت، او لو الووتر فيسكوستي اللي في المقام دي زادت. طبعا ده هيزيد امتى؟ هيزيد لو انا اضفت عليه بعض الكيميكال زي البوليمر مثلا، خلي الفوسكاست بتاعته بدل ما هي نص تبقى 1.5 2 3. وطبعا الاويل فيسكوزيتي امتى تقل؟ ممكن اقللها باليو اور لو عملت مثلا ميسبل فلودينج، عملت ثيرمال ميثودز وهكذا. لو كان في وقت بكره ان شاء الله هنتكلم عن اليو اور. ففي الاخر انا بيبقى عندي ووتر فيسكوزيتي معينه واويل فيسكوزيتي معينه، بشوف هو يعني الترم ده بيساوي ايه، وبدخل جوه تشارتات معينه بشوف بالموبيليتي ريشيو ديت انا هيبقى عندي بريدكتد فاليو للسويمنج افشنسي تقريبا ازاي. طيب لو عندي موبيليتي ريشيو اكبر من واحد، سوري لو عندي موبيليتي ريشيو اقل من واحد، دي حاجه كويسه جدا. دوت فيفربل displacement معناه ان الاويل بيموف اسرع من الووتر، ودي حاجه كويسه. لو عندي الموبيليتي بتساوي واحد، ده جود displacement، ان الاويل والووتر الاثنين بيموفوا او بيتحركوا بنفس السرعه. لو الموبيليتي ريشيو بتاعتي اكبر من الواحد، دي طبعا حاجه سيئه جدا، معناه ان انا عندي unfavorable displacement وان الووتر بيتحرك اسرع من الزيت. وفي الاخر بدل ما كان هيبقى الشكل عندي ما بين الانجكتور مع البروديوسر حاجه مثلا بالمنظر ده، لا انا هيبقى عندي شكل الريجولر كده ما بين الانجكتور مع البروديوسر، لان انا عندي فلات فرونت حاجه عامله مثلا بالمنظر ده مثلا، وكل الفوليومز دي عندي حاجات كلها اون سويت. طيب من الـ بنش ماركينج ستاديز، يعني الموست سكسسفل ووتر فلودنج بيبقى في حاله ان الاويل فيسكوستي بتاعتك اقل من 10 سنتي بوينتس، وده بيدي لك او يعني ان الـ ان الـ ان الـ ان الموبيليتي ريشيو بتاعتك بتتراوح من 0.2 ل1. لو الموبيليتي ريشيو بتاعتك اكبر من كده، لو هي مثلا 5 6 7 او طبعا اكبر من كده، طبعا انت كده محتاج بوليمر فلودنج فور شور. يعني الافكت بتاع الموبيليتي ريشيو على السويمنج افشنسي زي ما حضراتكم شايفين كده، لو عندي موبيليتي ريشيو قليله عندي السويمنج ممتاز في الحاله دي. لو موبيليتي ريشيو بتساوي 1 برضو لحد ما ممتاز. لو موبيليتي ريشيو 2 الدنيا بتبدا تسوق، اوصل لحد الموبيليتي ريشيو 17 او اكتر من كده، بلاقي ان انا عندي فلات فرونت بالشكل دوت فيري ريجولار طبعا، وعندي هنا فوليوم كبير جدا يعتبر ان سويبت فوليوم، والفوليوم دوت بيبقى ده التارجت بتاع الاي او ار فيما بعد، او لو انت عندك الامكانيه ان انت تغير في الباترن وتعمل سويبنج من اتجاهات اخرى. في الليتريتشر لو انت عايز تحسب الاريا سويبنج افشنسي تساوي كام بالظبط، في يعني تشارتات كتيره موجود في الكتب بتاعه الووتر فلودنج. مثلا هنا بدخل بالفاليو بتاعه الموبيليتي ريشيو، انا هنا عندي 5 سبوت باتن. طبعا انا عندي كذا باتن، ممكن يبقى لاين درايف باتن، ممكن يبقى 5 سبوت، ممكن يبقى 9 سبوت. فكل باتن بيبقى ليه التشارتات بتاعته.
وبعدين بدخل هنا اعمل intersection في اللاين ده خاص حاجه اسمها ال DVI وهو ال displacement volumes injected وده عباره عن ال pore volume injected اللي هو ال PV injected انت عملت injection لقد ايه 1 PV ولا نص PV ولا 2 PV على ال displaceable oil انت عندك displaceable oil قد ايه مثلا لو عندك residual oil saturation يساوي 0.2 وعندك initial water saturation سوري وعندك initial oil saturation 0.7 فالdisplaceable oil في الحاله دي هيبقى 0.7 ناقص ال 0.2 هيدي لك 0.5 ولو انت حت inject 1 PV فال DVI في الحاله دي هيساوي 1 اللي هو 1 PV على النص اللي انت جبته من هنا وده هيساوي 2 هدخل بال mobility ratio ولتكن مثلا 2 مثلا هدخل هنا وهعمل انترسكشن مع الـ مع الاثنين بتاعت ال دي في اي ديت فادخل هنا 2 هو ده تقريبا اروح هنا يبقى عندي displacement efficiency سوري عندي streaming efficiency تقريبا 95% طيب لو عندك line drive pattern بيبقى عندك نوع تاني من الـ من الـ من الشرطات في حاجات provided by Muscat وحاجات تانية provided by Pratt على حسب بقى انت عندك direct line drive ولا عندك staggered line drive يعني لو عندي الانجكتورز بتاعتي بالمنظر ده وعندي الاويل producers بالمنظر ده او هي staggered يعني عندي اللاين بتاع الانجكتورز او اللاين بتاع الاويل producer phased وجاي في النص مثلا بدل ما عندي المنظر كده لا بيبقى عندي المنظر كده ففي الحاله ديت انا بسميه staggered line drive على حسب انت عندك هنا المسافه ما بين التو انجكتورز بسميها ايه والمسافه اللي بين اللاين بتاع الانجكتور واللاين بتاع الاويل بروديوسر بسميه دي على حسب ال دي على الايه بدخل هنا و بشوف انا عندي دايركت لاين درايف ولا staggered line drive وبعمل intersection في الـ في الـ في اللاين المناسب وبطلع الاريال سويمنج افشنسي لو عندي لاين درايف طيب اخر حاجه في الفيرتيكال سويمنج افشنسي هي بتتاثر بايه احنا قلنا في الفيرتيكال سويمنج افشنسي لو تفتكروا بتتاثر بال اولا لو عندي هايبر ميستريك او عندي درايفنج فورسز فيسكس دومينيتد او جرافيتي دومينيتد طب امتى هقول ان انا بقى يعني بتوقع low swimming efficiency في الـ vertical direction او high عن طريق ان انا بحسب حاجه اسمها اسمها الـ vertical heterogeneity parameter او ديكسترا بارسون او لورنز كوفيشنت بيبقى دوت عباره عن quantification او عباره عن quantified value قد ايه انا عندي vertical heterogeneity مثلا لو عندي layers مثلا بالشكل ده وكلها تقريبا نفس البروستي ونفس البرمابيليتي وكده انا ما عندي كده انا ما عنديش فيرتيكال هيتروجينيتي فلو حسبت ديكسترا بيرسون او حسبت لورنز كوفيشنت هلاقي ان الفاليو بتاعتهم تقريبا تكاد ان تكون زيرو مثلا انما لو عندي فيرتيكال هيتروجينيتي وعندي هنا مثلا 100 ملي دورسي وهنا 5 ملي دورسي وهنا 1000 ملي دورسي وهنا 500 ملي دورسي طبعا انا هنا عندي ديسكريبنسي واضح ما بين الفاليوز بتاعت اللايرز والبرمابيليتي بتاعتهم فلو حسبت مثلا ده فلو حسبت الفاليو بتاع ديكستر بارسون او لورنز كوفيشنت هلاقيها عاليه هلاقيها مثلا 80% 90% على حسب فلو حسبت ديكستر بارسون من البدايه خالص وطلعت فاليو عاليه كده انا عارف ان انا عندي لايرد ريزرفور يعني عندي هاي هيتروجينيتي ريزرفور وبالتالي هتوقع ان انا عندي فيرتيكال سوبي افشنسي هتبقى قليله بتتاثر بايه زي ما قلنا بتتاثر بالليرنج بتتاثر بالكي اتش كونتراست ما بين الابار بتتاثر برضو بالموبيليتي ريشيو بتتاثر طبعا بالدرايفنج فورس ده كله اتكلمنا عليه اخر حاجه وهي الفيشز سيتنج الفيشز سيتنج او يعني الفيشز كواليتي او الفيشز كومبلكستي زي ما شفتوا في اول يومين لما كنا بنتكلم عن الجيولوجيا فممكن تلاقي مثلا عندك لاير معينه او فورميشن معينه شكل الديبوزيشن انفايرمنت بتاعها خلاها تبقى فايننج ابورد او فايننج داونورد يعني ايه فايننج ابورد او فايننج داونورد يعني من الاخر لو عندي انا عندي الجرين سايزز ممكن تبقى كبيره مثلا بالشكل ده ممكن تبقى صغيره مثلا بالشكل ده
طبعا انت تحب تنتج من انهي؟ انا احب انتج من الكبيره. ليه؟ انا احب انتج من الكورس جرينز. ليه؟ لان البور ثروتس في الغالب هتبقى اكبر وبالتالي هتديني بيرميبيليتي اعلى. طيب لو انا دلوقتي عندي فيش سيتنج معينه او عندي ديبوزيشن انفايرمنت معينه بيبقى عندي حاجه من اثنين، يا اما كلهم تقريبا نفس الجرين سايز، يا اما الجرين سايز بيختلف وممكن يختلف بشكل جراديوال، يا اما بيختلف من فوق لتحت ان هو مثلا من اكبر لاصغر او بيختلف من اصغر لاكبر. فده انا بسميه مثلا لو هو بيختلف من اصغر لاكبر بيبقى مثلا بالمنظر ده. ده انا بسميه كورسنينج ابورد، او بقول ان دوت فايننج داونورد، يعني هو ده بقول ان دوت بيكبر في الحجم ابورد او بيصغر في الحجم داونورد. فلو انت بتحن في حاجه كده، لو بتحن في حاجه فيها اختلاف في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الجرين سايزز لازم تبقى كوشس جدا، بالذات لو عندك ديبنج ريزرفوار. لو عندك ديبنج ريزرفوار وبتحن في حاجه مثلا بالمنظر ده، يعني ده مثلا لو هو مثلا فايننج داونورد، هلاقي ان انا عندي هاي بيرم فوق، يعني ده هو البيرميبيليتي مع الدف. هنا كمان عندي جرين سايزز كبيره، فهلاقي ان انا عندي بيرميبيليتي عاليه، وهنا كمان عندي جرين سايز صغيره، فهلاقي ان انا عندي بيرميبيليتي صغيره. فانا لو بحقن في المنظر ده مثلا بحقن ميه، فالميه الطبيعي ان هي تعمل اندر رايد، بس هنا مش تعمل اندر رايد. ليه؟ لان هي هتبقى افكتد، ممكن تبقى افكتد اكتر بالفيش سيتنج، ان انا هنا عندي بيرميبيليتي اعلى. فبدل ما هي كانت الميه كانت اندر رايد مثلا بالشكل ده، لا ده شكل الانجكتد فلات فرونت هياخد شكل تقريبا العكس. ليه؟ لان هي بقت افكتد اكتر بشكل الفيش سيتنج. طب ماذا لو هي ما كانتش كورسنينج ابورد وكانت كورسنينج داونورد، يعني عندي البيرميبيليتي تحت اعلى، طبعا هنا هيحصل عندي ووتر اندر رايد بشكل ماتش مور سيفير عن اللي انا كنت متوقعه اصلا. يعني الميه بدل ما هي كانت مثلا هتمشي مثلا كده، لا ده هتمشي كده قوي بقى، فهيحصل عندي المنظر ده. طيب مين اللي يقول الكلام ده، ومين اللي قرر، ومين اللي يستدي الكلام ده؟ هو حضرتك وكار اي يعني، ولازم تعمل لها موديل طبعا، لان الكلام دوت كلام احنا بنفهمه بس، يعني احنا بس بنحاول نفهم يعني الكلام ده. طيب ماشي، في حد احمد كمال بيطلب ان احنا نتكلم على ديت تاني. ماشي يا احمد، احنا كنا بنقول ان احنا عندنا الفيشر سيتنج ممكن تبقى كورسنينج ابورد في الحاله دي، ممكن تبقى العكس، ممكن تبقى كورسنينج داونورد، يعني يبقى عندي المنظر ده ان انا عندي فاين جرينز فوق، وكل ما بنزل تحت بلاقي ان عندي جرينز بقت اكبر واكبر شويه. مهندس معلش، هو انا كنت عايز اتكلم بس على رقم 2 للكي اتش. اوكي ماشي. هو يا احمد هنا يعني الكي اتش اللي احنا قصدنا بيها ايه؟ ان احنا دايما بنتكلم على الفاليوز بتاعه البيرميبيليتي، مين اعلى من مين. بس هو المفروض ان انت تتكلم على تيرم معبر اكتر عن ده، وهو ايه؟ وهو الكي اتش. ليه الكي اتش؟ لان مثلا لاير مثلا زي دي هي 100 ملي دارسي، ممكن تلاقي ان يعني الثيكنس بتاعها مثلا 2 فيت مثلا، واللاير اللي بعدها هي 5 ملي دارسي، طبعا ده اقل بكتير، بس ممكن تلاقي ان يعني الثيكنس بتاعها مثلا 500 فيت مثلا يعني. ففي الاخر انا عملت برفوريشن للاثنين دولت مع بعض، مين اللي هيدومينيت مين؟ ما ينفعش ابص بس على الكي، لازم ابص على البرودكت بتاع الكي اتش اللي انا بسميه ايه؟ بسميه فلو كاباسيتي. طيب اللي اصح اكتر واكتر بقى من كده ان انا ابص على الكي اتش اوفر ميو. ليه؟ لان انا ممكن في الاخر مثلا ديت تبقى فيها زيت تقيل وديت فيها مثلا زيت خفيف، ففي الاخر هشوف الكي اتش اوفر ميو دوت بيساوي كام. فبس هو ده اللي كان مقصود بال يعني الكي اتش كونتراست بتون ليز. طب ليه هنا قال كي اتش كونتراست وما قالش كي اتش اوفر ميو؟ لان احنا فرضين ان احنا عندنا نفس الفلوت. اتمنى ان كده تكون اوضح شويه. لو بصينا على 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 على, على, على الريكفري فيرسس الانجكتد بي في، انا دي انجكت
هلاقي ان انا لو عندي مثلا واحد بي في، هلاقي ان انا في حاله ان انا عندي كورسنج ابورد اللي هي الحاله دي، هلاقي ان انا عندي طبعا ريكفري فاكتور اعلى بكتير من الكورسنج داونورد اللي هي الحاله الثانيه دي. اوكي هناخد شويه نوتس على الـ على الفلويد سامبلينج والفلويد بروبرتيز. ماشي، احنا عشان احنا في كل الشغل بتاعنا، كل الشغل بتاعنا بيبقى عباره عن انفرس بروبلم وانت بتحاول تعملها انتربريتيشن. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتاخد لوج وبتطلعه فوق مثلا على 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 السيرفيس، وعندك ريستيفيتي وجامر ايه، بتقعد تقول طب الجامر ايه دي بتعبر عن الساند والشيل، طب انا هنا عندي ساند كويس من عندي شيل، طب ريستيفيتي بتعبر انا عندي ميه ولا زيت، بتعمل مثلا دايناميك بيرفورمانس او تاخد بي ال تي وتعملها انتربريتيشن فوق. يعني كل شغلك انفرس بروبلم. حتى في البريشر ترانزينت اناليسز عندك انفرس بروبلم. يعني ايه انفرس بروبلم؟ يعني لو قلت مثلا 1 زائد 3 يساوي 4، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن دايركت بروبلم. ليه؟ انا عندي 1 وعندي 3، الاثنين لو جمعتهم على بعض كل الحالات هيديني 4، دي كده اسمها دايركت بروبلم. يعني ايه انفرس بروبلم؟ ان انا اقول لك انا عندي 4، 4 دي بقى تساوي كام؟ دي كده يعني انفرس بروبلم، لان الاربعه دي ممكن تبقى 1 زائد 3، ممكن تبقى 0 زائد 4، ممكن تبقى 2 زائد 2، ممكن تبقى حاجات كتيره جدا. فانت في كل شغلك بيبقى عندك الاربعه دي، وبتحاول تعرف هي ديت جايه منين. ده يعني عندي بريشر ترانزينت اناليسيس تيست مثلا، فبتحاول تعمل انتربريتيشن. ده انا عندي فيرمابيليتي تساوي كذا، عندي باوندري ولا ما عنديش باوندري. كل شغلنا كده الا في حاجتين بس، في الكور وفي الفلويد سامبلز. ليه؟ لان ديت حاجات انت بتجيبها من تحت قدام عينيك، بقى تقعد بقى بتعمل لها تيستنج براحتك خالص في اللاب. فكل شغلك عباره عن انفرس بروبلم وانت بتحاول تعملها انتربريتيشن. انما الحاجتين الوحيدتين اللي انت بتطلعهم قدام عينيك وانت اللي بتست ليهم هم الكور والفلويد سامبل. فالكور والفلويد سامبل بالذات الكور مهمين جدا جدا جدا، والمفروض تعمل لهم كنترول، يعني المفروض تاخد منهم اقصى حاجه ممكنه. طيب انت هنا في الـ في الـ في الـ في السكيلز عندك ديفرنت سكيلز ممكن تاخد بيها سامبلز. ممكن تاخد بوتوم هول سامبلز من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الار اف تي زمان، والار اف تي از ا كوميرشال نيم، ده يعني فيرست جينيريشن، فحاجه قديمه شويه، فبقى دلوقتي اوبسليت ان انت تاخد منه سامبل. يعني ما ينفعش تاخد منه سامبل لان كانت السيلندر بتاعته ما كانتش بي في تي كواليتي، يعني ما كانتش بي في تي سامبل كواليتي، لان هي مش بتحافظ على نفس البريشر وممكن يحصل لها كونتامينيشن وبيحصل لها مشاكل كتير. يعني تاني جينيريشن وهو الام دي تي، ده طبعا احسن بكتير من الار اف تي، وفي تحت لايف فلويد انالايزر ممكن اعرف بالظبط انا دلوقتي باخد زيت ولا باخد حاجات يعني كونتامينيتد بسبب بقى المض او ميه او ايا كان، وبتاخد منها سامبل يعني محترمه، يعني بتاخد منها يعني بوتوم هول سامبل، ودي بتبقى بي في تي كواليتي سامبل بتاخدها وبتوديها اللاب. ممكن تاخد سامبل برضو وانت بتعمل مثلا دي اس تي مثلا، يعني بعمل مثلا دي اس تي في بير مثلا استكشافي. في الغالب انت بتعمل يعني دي اس تي لما ان شاء الله نتكلم على الجزء بتاع الويل تيستنج، هنتكلم شويه صغيره عن دي اس تي. تقريبا بتعمل دي اس تي لو عندك بير استكشافي، بتاخد منه معلومات على قد ما تقدر، منها ان انت تاخد منه فلويد سامبل. بس الفلويد سامبل في الحاله دي في الغالب ممكن تبقى سيرفيس سامبل، او لو انت نزلت بوتوم هول سامبلينج تول ممكن تاخدها بوتوم هول سامبل. ممكن تعمل سامبلينج امتى برضه؟ لو انت بقى في حاله بقى يعني انتاج اوريدي بقى، فبتعمل بقى مونيتورنج وبتعمل تيستنج، سواء بقى يعني بسيرفيس سامبلينج من السيبريتور او بمالتي فيس فلو ميتر او بايا كان. فانت ممكن تاخد سامبلز بطرق كتيره قوي، احسنهم هي السامبل اللي انت بتجيبها من الام دي تي او ايا كان، بوتوم هول سامبل جايه بي في تي كواليتي. طيب انت في اللاب بتعمل ايه؟ انت في اللاب بتاخد السامبل دي بتعمل لها تيستينج او بتعمل لها لاب اكسبيرمنت كتير عشان تطلع ديفرنت بروبرتيز. طبعا احنا لو اتكلمنا عن التستنج ده او عن اللاب اكسبيرمنت زي ان ديتيلز الوقت مش هيكفي بتاع الثلاث ايام يعني. فالحاجات دي اوريدي انتوا اخذتوها بالتفصيل بتاعها بالديفرنت دايجرامز في الكليه، فما كانش في داعي ان احنا نعيدها تاني، لان زي ما اتكلمنا امبارح
المين اوبجكتيف من السيشنز ديت هي ان احنا نحاول نقول لك يعني بعيدا عن مش بعيدا يعني بنحاول نعمل كده يعني زي ترانزيشن بين الجزء الاكاديمي والجزء البراكتيكال يعني عشان تبقى يعني جرين هاند انجينير كده وتبدا شغلك بنحاول نساعدك في يعني في الترانزيشن ده فبس دوت اوفر يعني سامري سريع عن الديفرنت لاب اكسبيرمنتس اللي ممكن تعملها للفلويد بتاعك في اللاب ممكن تعمله سي سي اي او كونستنت كومبوزيشن اكسبانشن بتطلع منه ايه بتطلع منه بالبابل بوينت بريشر وتطلع منه بالدنسيتي فاليوز عند البابل بوينت بريشر ممكن تعمل ديفرنشال ابريشن وده بتطلع منه بالجاز اور ريشيو مع بريشر تطلع منه بقى بكل الليكو بروبرتيز سواء الاويل دنسيتي او الكومبريسيبيليتي او الفورميشن فوليوم فاكتور او الفيسكوزيتي مع البريشر وبتطلع منه برضو بالجاز فيز بروبرتيز زي الزي فاكتور الفورميشن فوليوم فاكتور للجاز الدنسيتي الفيسكوزيتي وهكذا لو عندك جاز كوندنسيت ريزرفوار بتعمل له سي في دي او كونستنت فوليوم ديبليشن عشان تطلع منه الديفرنت بروبرتيز بتاعته في الاخر بتعمل سيبريتور تيست عشان تعمل ادجستمنت لكل التستات اللي فاتت ديت او النتائج اللي انت طلعتها من التستات اللي فاتت ديت على حسب السيبريتور كونديشن اللي انت شغال بيه في الوقت الحالي نقطة مهمة هنا عن الفيسكوزيتي دايما الفيسكوزيتي بتعمل مشاكل كتيرة جدا في الـ حتى في الميجرمنت بتاعت الفيسكوزيتي تبقى مختلفة عن اللاب اكسبيرمنت بتاعت باقي البروبرتيز ليه لان الفيسكوزيتي ملهاش كورليشن يعني ملهاش اكيرت كورليشن يعني دايما هتلاقي ان انت لو عندك بي في تي كورليشنز بتلاقي ان عندك كورليشنز ممتازه جدا وليها اكيوريسي ممتازه لكل البروبرتيز الا الفيسكوزيتي لان الفيسكوزيتي مش يعني في ناس مش بيعتبروها بروبرتي اصلا في ناس مش بيعتبروها فلويد بروبرتي ليه لان هي بتتاثر كتير قوي بالديناميك فورسز فمش هتلاقي ان عندك فيسكوزيتي مع بريشر او فيسكوزيتي مع تمبريتشر ودايما هتلاقيها اكيرت ليه لان ديت لو انت غيرت الفورسز اللي موجود فيها يعني الفلويد بتاعك هتلاقي ان بقى عندك بيرفورمانس مختلف فالشاهد يعني من الاخر بيبقى ليها ميجرمنت مختلفه ولازم تو بي ميجرد في اللاب وما تعتمدش على الكورليشنز لان الكورليشنز هتلاقيها فيها ايرور ممكن يوصل ل 1000% مثلا طيب النقطه اللي عايزين نقولها هنا ايه ان انت دايما بيبقى في زي مغالطه كده ان عندي ريليشن واضحه ما بين الاي بي اي مع الاويل فيسكوزيتي الحقيقه دي مش حاجه صح ليه مش حاجه صح هو يعني كل ما الاي بي اي اقل مثلا بقى عندي هاي دنس فلويد وبالتالي هيبقى عندي هاير اويل دنسيتي ده لوجيكلي اكسبتد بس ده لوجيكلي اكسبتد في 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 الخزان الواحد انما ما ينفعش اعمل منه علاقه طبعا. عشان اعمل منه علاقه لازم ابص على كل الريجن مش ابص على الفيلد ولا ابص على الشركه لا يعني لو عايز اعمل علاقه مثلا بين الاي بي اي مع الاويل فيسكوزيتي لازم ابص على كل البتروليوم سيستم بتاعي مثلا لو انا مثلا في جابكو بعمل مثلا في فيلد زي مثلا جولاي فيلد مثلا ما ينفعش ارسم علاقه بين الاي بي اي مع الاويل فيسكوزيتي هلاقي علاقه كده يعني ملهاش اي باترن خالص طب عشان اعمل ده يعني عشان اعمل ده صح اعمله ازاي ما اعملش على الليفل بتاع الفيلد ولا الليفل بتاع الشركه اعمل على الليفل بتاع خليج السويس كله لو عملت على الليفل بتاع خليج السويس كله ممكن الاقي علاقه الى حد ما تقول لي ان في باترن محدد فدي مثلا علاقه جايه من كل البلاد ديت مع بعض كندا امريكا اندونيسيا الصين فنزويلا تخيل انت عشان تعمل نفس العلاقه ديت محتاج ريجن كبير جدا فما ينفعش اقول انا عندي مثلا اي بي اي مثلا 20 مثلا ديجري ده مثلا قول مثلا كان الاويل فيسكوزيتي بتاعت مثلا 2 سنتي بويز مثلا لو انا عندي زيت تاني مثلا 25 ده اخف ففي الغالب هلاقي ان الفيسكوزيتي بتاعته يعني باي سنس كده هلاقيها اقل من الاثنين الاقي مثلا 1-1.5 ممكن الاقيها 15 طب ازاي بقى عشان خاطر كده احنا بنقول مفيش علاقه واضحه بين الاي بي اي مع الفيسكوزيتي
ليه؟ لان الزيت بتاعك دوت مكون من different chemical compounds بيأثر كتير جدا على شكل الفيسكوزيتي. فعلشان اشوف علاقه ما بين الاي بي اي مع الاويل فيسكوزيتي لازم ارسمها في ريجن كبير جدا زي اللي قدامنا ده. طيب في اللي احنا شايفينه بقى قدام مننا دوت هنلاحظ حاجتين. باي ديفينيشن احنا ممكن نعرف ان احنا عندنا الزيت التقيل تقريبا في 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 بعض الانتيتيز بتعرف ان هو عند 20 اي بي اي، في ناس بتعرفه عند 22.3 تقريبا اي بي اي، في ناس بتعرفه اقل او اكتر من كده على حسب الانتيتي اللي انت بتشوف منها الريفرنس بتاعك. في ناس طبعا بتعرفه وده الاصح ان انت بتعرفه مش اي بي اي بس، يعني بتعرفه اي بي اي مع اويل فيسكوزيتي. وممكن ان شاء الله نشوف الموضوع دوت بكره لو كان في وقت. طيب احنا دلوقتي لو قلنا خلاص ان ده هو مثلا ده الجزء بتاع الهيفي اويل وده الجزء بتاع اللايت اويل مثلا، لو لاحظت هنا هتلاقي ان انت عندك هنا كلاود اصغر بكتير من الكلاود اللي موجوده في الهيفي اويل. بمعنى ايه؟ معنى ان عند 40 مثلا ديجري اي بي اي هلاقي ان انا عندي رينج اويل فيسكوزيتي من مثلا 0.2 لحد 1، من 0.2 ل 1. انما لو جيت مثلا عند الهيفي اويل عند مثلا 20 مثلا هلاقي ان انا عندي رينج من 7 لحد مثلا 3000، من 7 ل 3000. طبعا ده رينج ضخم جدا جدا جدا. عشان خاطر كده مقبول جدا ان انت في فيلد معين تلاقي عندك خزان مثلا 20 اي بي اي وعنده مثلا 2 سنتي بويز، وواحد تاني 20 اي بي اي وعنده 100 سنتي بويز. دي حاجه عاديه. فعشان خاطر كده ما ينفعش انت تتكلم عن الاي بي اي ار اي، اتكلم عن الاويل فيسكوزيتي. مين اللي يتكلم عن الـ عن الـ عن الـ عن الفاليو بتاعت الاي بي اي وعن عندي دنسيتي قد ايه وكل الكلام ده؟ الناس بتوع الليفتنج بيرفورمانس، الناس اللي بيتكلموا عن البي ال بي وعن الاو بي ار، وبيتكلم عن ان انا عندي مثلا ليفتنج مثلا ميكانيزم معين، هعمل جاز ليفتنج ولا هعمل بومبنج. ده بيبقى مهتم قوي عنده زيت تقيل ولا خفيف عشان الليفتنج بتاعه. اوكي عايزين نقول ايه هنا؟ ان يعني باي ديفينيشن بيبقى عندك هيفي اويل وعندك اكسترا هيفي اويل، ممكن يبقى عندك بيتومين او عندك تار او عندك تار ساند. كل واحد فيهم بيبقى ليه يعني ديفينيشنز يعني معينه، ممكن ان شاء الله نبقى نتكلم عنها بكره. حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاسلايد اللي فاتت، قلنا ان كل كرود اويل بيبقى مكون من كيميكال كومباوندز معينين، بنعرفهم ازاي؟ عن طريق السارا اناليسيس. سارا اناليسيس ده عباره عن اكرونيم لاختصارا ل ساتوريتس aromatics reasons asphaltenes. على حسب انا عندي فراكشن قد ايه من كل كومباوند من دولت او كل كيميكال كومباوند من دولت بيحدد لي كل البي في تي بروبرتيز فيما بعد. عشان خاطر كده ممكن تلاقي اثنين كرود اويل ليهم نفس الاي بي اي بس عندهم سارا اناليسز مختلف تماما. عشان خاطر كده هتلاقي الاثنين اللي ليهم نفس الاي بي اي بس ليهم اثنين سارة اناليس، هتلاقي ده ليه بي في تي وده ليه بي في تي بروبرتيز ثانيه خالص. عشان خاطر كده دايما بيبقى عندك حاجه مهمه، لو بالذات انت بتتعامل مع هيفي اويل لازم تعمل سارة اناليس، تعرف انت عندك قد ايه ساتوريتس، قد ايه اروماتكس، قد ايه ريزنز، قد ايه اسفلتينز. الحاجه اللي بتاثر قوي معاك هي الفاليو بتاعت الاسفلتينز. ممكن تلاقي مثلا اسفلتين مثلا 6% ويبقى زيت تقيل، وممكن تلاقي اسفلتينز 15% وبرضه هيبقى زيت تقيل، بس ابو 15% ده زيت هيعكننك جدا جدا جدا، يعني لان هو هيبقى في الغالب هاي بور بوينت فلويد. يعني ايه هاي بور بوينت فلويد؟ يعني الزيت قبل ما يوصل للسيرفس الاصل. هو بس مش مجرد هيفي اويل، يعني انا كده انا ده اسمه هيفي اويل وده اسمه برضه هيفي اويل، بس القصه هي مش هيفي اويل دلوقتي، هي قصه ان هو بقى هايبر بوينت فلويد. هايبر بوينت فلويد يعني الزيت وهو طالع هو تحت في الخزان عباره عن ليكويد، يطلع شويه في البير لسه ليكويد، يوصل في حته كده عند تمبرتشر معين ببوست ايه بقى سوليد،
فده طبعا بيبقى يعني معينه في الاوبريشنز بتاعته. اوكي ده توبيك تاني خالص وهو عباره عن السايز استيميشن. لو انت بتتعامل مع اد بيرف او بتتعامل مع نيول ديليفري او ايا إن كان انت بتتعامل مع يعني برايز استيميشن خاص بايه، فدايما انت بتتسائل ان انت عايز تعمل ريسكينج للفاليو بتاعتك دي. انت بتعمل، احنا زي ما اتفقنا اول يوم امبارح ان انت عندك هاي انسرتينتي، عشان خاطر كده انت بتحاول تعمل لها مانجمنت. انا مانجمنت ازاي؟ ان انت تحسب الحاجه اللي انت عايز تعملها كالكوليشن باكثر من ابروتش. ممكن تستخدم بروسبر، ممكن تستخدم نيوميريكال موديل، ممكن تشوف يعني بنش ماركينج اكسرسايز او يعني ستاتستكس بتقول لك كام. ده بقى على ارض الواقع ازاي بقى انت بتعمله. انت بتكونسيدر كل الاوتكمز، بتقعد تحسب. يعني انا دلوقتي مثلا عايز اعرف انا عندي انيشال ريت هيبقى كام مثلا، بكل الطرق، وبقعد احسبه بكل البوسيبل فاليوز. يعني مثلا انا عندي مثلا لو هحسب، لو عايز اعرف انا هجيب انيشال اويل ريت كام، فطبعا ده بيعتمد على 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 الفاليو بتاعت الليفابيليتي والفاليو بتاعت الاويل فيسكوستي والفاليو بتاعت البريشر مثلا بتاعت الخزان اللي احنا امبارح قلنا عليهم بروبرتيز بروبرتي انرجي. فعندي فاليو بتاعت البريمابيليتي مثلا بتتراوح من 500 ل 700 مثلا، وعندي الاويل فيسكوستي مثلا هقول مثلا من 2 مثلا ل 3، والبريشر انا محظوظ ان انا كنت لسه واخد مثلا فاليو فكانت مثلا 2500. فايه هنا الحاجات اللي انسرتن؟ عندي البرمابيليتي انسرتن لان هي بترينج من الى، وعندي الفيسكوستي انسرتن لان هي بترينج من الى. هعمل ايه؟ هدخل مثلا جوه البروسبر وهقعد اجرب مره 500 ومره 2 ومره 2500 ومره 500 مع 3 مع 1500 ومره 700 مع 2، وهقعد اعمل كومبينيشنز كتير قوي، وفي الاخر هطلع بكذا اوتكم. مره هيطلع معايا مثلا 200 بارل اويل بير دي، مره هيطلع معايا 150، مره هيطلع معايا 500، مره هيطلع معايا مثلا 75، مره هيطلع معايا 1200، وهطلع باوتكمز كتير قوي. طب مين فيهم صح ومين فيهم غلط؟ انا متاكد ان انا الكيس بتاعتي واحده من دول، بس هي انهي فيهم انا مش عارف طبعا هي انهي فيهم، بس انا همشيها بشكل ستاتستيكال شويه. ازاي؟ ده اللي احنا هنعمله في التو سلايد دول. اول حاجه انا هكونسيدر كل الاوتكمز، وبعدين هرسم الاكسبكتيشن كيرف وهجيب البي 10 بي 50 بي 90. يعني ايه اكسبكتيشن كيرف؟ ده هنعرفه دلوقتي. وهجيب البي 10 بي 50 بي 90 وهجيب المود فاليو. لو انا عندي مثلا لو عندي السيت ديت من الفاليوز، مثلا عندي 1 و2 و3 و5 و6 و8 وتسعة مثلا، ففي عندي ثلاثة بارامترز هما المود والمين والميديان. المود هو أكثر فاليو اتكررت، والمين هو المتوسط بتاعهم، يعني حجمهم كلهم على عددهم هيديني المين، والميديان هو الرقم اللي في النص اللي هو مثلا في الحالة دي مثلا هو مثلا إيه الرقم ده. ده انا كنت ممكن اجيبه على مجموعه ارقام زي كده، او ممكن اجيبه لو انا عندي مثلا هيستوجرام. لو عندي مثلا هيستوجرام برسم منه ال سي دي اف. طبعا يعني الهيستوجرام دوت انا ممكن اسميه هيستوجرام، ممكن اسميه بي دي اف اللي هو probability distribution function، وبجيب منه السي دي اف اللي هو الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن اللي هو بيبقى حاجه مثلا بالمنظر ده. وبعدين بجيب بقى ال P90 وال P50 وال P10 زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله. بعد ما اجيب ال P10 وال P50 وال P90 والمود فاليوز، وهجيب الموست لايكلي فاليو. ايه هي الموست لايكلي فاليو؟ اللي هي اكتر فاليو اتكررت، اللي هي في الحاله دي انا بسميها دي الريسكت فاليو. يعني مثلا لو انا مثلا هنا هلاقي مثلا ان انا في البوسيبل اوتكمز دولت انا عندي رقم مثلا معين اتكرر اكتر من اي رقم تاني، وليكن مثلا 200 مثلا، يعني اتكرر معايا مثلا ثلاث اربع مرات. في الحاله دي هو ده المود بتاعي، او دي هي ريسك فاليو بتاعتي. هي مش هتكون، يعني مش لازم تكون اقل فاليو، مش لازم تكون اكبر فاليو، مش لازم يبقى هي الفاليو المين، بس دي اكتر فاليو اتكررت، فانا بعتبر ان دي هي الريسك فاليو بتاعتي.
فانا بجيب يعني الديفرنت اوتكمز ديت اللي هي اللي انا بحاول احسبها. انا مثلا هنا بنحاول نحسب مثلا يعني السايز بتاع مثلا يعني بروسبكت. طبعا دي مش يعني مش الشغله بتاعتنا احنا, بس يعني شيل كلمه بروسبكت وحط مثلا الريت بتاع ويل معين او 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 يعني ريزيرف بتاع مثلا يعني كومبارتمنت معينه او ايا كان. دي هي البوسيبل اوتكمز. مره حسبت طلعت 118, مره حسبت طلعت 9.5, مره حسبت طلعت 7, وهكذا. فمجموع كل الاوتكمز دولت 294. هجيب المين فاليو, هجيب ال 294 واقسمها على عددهم اللي هم كانوا تقريبا 20 اوتكم, طلع معايا 14.7. ده كده المين فاليو. وبعدين هرسم الاكسبكتيشن كيرف. هرسمه ازاي؟ دي الفوليومز وده من 0 ل 100%. هجيب الفاليوز ديت واعمل لها سورتنج من الاصغر للاكبر. هنا 2 3 5 6 الفاليوز ديت هعمل لها سورتنج من الاصغر للاكبر. وبعدين هقول ان ده هو, وهقول انه هقول ان الـ ان الـ ان الفاليوز اللي في النص اللي هي ال 90 وال 80 وال 70 وال 60 ديت يعني بتكورسبوند للفاليوز برضو اللي في النص اللي ما بين اصغر فاليو واكبر فاليو. هتعملها يعني انت هتعرف تعملها على الاكسل يعني من 0 ل 100 ديت. والفوليومز الفوليومز اللي هي من 2 ل 46 مثلا. هتلاقي ان هنا اول نقطه عندك ديت واخر نقطه عندك ديت اللي هي 46. في الاخر انت بتعمل اكستراپوليشن بالمنظر ده زي ما انت شايف. طيب بعد ما رسمت ده كده اسمه رسمت الاكسبكتيشن كيرف, هدخل يعني هعمل شويه بس ستاتستيكال او ستاتستيكال 50 وال10 وتحت ده كده البي 90 وكذلك عند ال50 هجيب البي 50 فوليوم وعند ال10 هجيب البي 10 فوليوم. في ناس بتجيب بدل البي 90, في ناس بتجيب البي 95, ناس ثانيه بتجيب البي 5, في ناس بتجيب البي 85 وناس تانية بتجيب البي 15. هنتكلم شويه عن يعني عن عن عن, عن, عن الهيستوجرامز وهنقول ده ممكن يحصل امتى. فهنا انا طلعت البي 90 وطلعت البي 50 وطلعت البي 10 وطلعت المين سكسس فاليو اللي هي الام اس بي اللي هي المين فاليو اللي هي كانت هنا 14.7 اللي هي هنا 14.7. وانا كده عملت ريسكينج, انا كده وريت المانجمنت ايه هي الموست اب سايد كيس اللي هي 28.5, وايه هي الموست داون سايد كيس اللي هي الاربعه, وايه هي المين سكسس فاليو اللي هي 14.7. ناقص حاجه واحده بس وهي الموست لايكلي فاليو. الموست لايكلي فاليو اللي هي الفاليو اللي تقريبا انا هلاقيها. عشان اعرفها لازم ارسم هيستوجرام. عشان ارسم هيستوجرام او يعني بي دي اف اللي هو البروبابيلتي ديستريبيوشن اللي هو البروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن او هو الهيستوجرام, ممكن ارسمه مانيوالي ان انا اقسم عندي الفاليوز يعني بستيب معينه واحط احط الديفرنت فريكوانسيز اللي اتكررت عند الديفرنت فاليوز ديت, وبعدين ارسم من منها بقى ال يعني الهيستوجرام بتاعي. ممكن ارسمها عن طريق الاكسل في الداتا اناليسيس موديول اللي موجود في الاكسل. بعد ما برسم الهيستوجرام بتاعي انا عارف انه باي ديفينيشن او من الاستاتستكس انا عارف ان المود او الموست لايكلي فاليو هي الهامب دي او هي البيك دي. فالبيك دي كام؟ هنزل هنا كده اشوفها كام, هلاقيها تقريبا الفاليو اللي هي ديت هي تقريبا 8 تقريبا او حاجه هنا كده. فالمود هنا زي ما انتم شايفين اللي هو 8.5. فانا كده جبت المود الموست لايكلي فاليو. يعني لو حد سالك هو انت عندك فاليو كام, هتقول له انا عندي موست لايكلي فاليو تساوي كذا. كده انت عملت ريسكينج للفاليو بتاعك. كده احنا ممكن نقف في النقطه ديت. احنا كان عندنا جزء برضو اللي هو خاص بالريسورسز والريزرف, هنخليه بكره ان شاء الله. شكرا جدا لوقت حضراتكم, واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا حاجه, ونتقابل بكره ان شاء الله في ميعادنا الساعه 5. بعد اذنك هندسه, بس كنت عايز اعرف الليكتشر دي بتتباعت فين.
في هو هو في في تشانل على الـ على على التليجرام او جروب على التليجرام معمول على الابديتس. اوكي تمام شكرا جدا. شكرا جدا يا باشمهندس ربنا يكرمك. شكرا جدا. العفو يا فندم.